مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان، مساء الخير على كل من يشاهد قناة النادي الأهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. عايز أقول مساء الخير على كل أم، مساء الخير على كل زوجة وأخت وعمة وخالة وجدة، كل دول الأم. النهاردة كلنا بنحتفل بعيد الأم، عيد أعتقد كتير من الناس يعني بتستنى اليوم دوت عشان تعبر بجزء ولو صغير من طبعا دور الأم، دور الأم الكبير جدا، سواء على إزاي هي بتصنع أبطال كتير، سواء على المجال الأسري. الأم كلمة كبيرة جدا جدا جدا. النهاردة إن شاء الله في البيت الكبير بنقول لكل أم مصرية كل سنة وانت طيبة وبخير وبسعادة وبصحة يا رب إن شاء الله. جزء كبير النهاردة إن شاء الله من حلقتنا بنحتفل بحضراتكم بعيد الأم، هنشوف أدوار الأمهات اللي كان سبب كبير جدا في خروج أبطال كتير جدا وبطلات كتيرة جدا على مر العصور في النادي الأهلي وغير النادي الأهلي. هيكون النهاردة إن شاء الله حلقة مميزة، فقرات مميزة كتيرة جدا جدا إن شاء الله. كمان زميلتي سهام هتعرفكم فقراتنا النهاردة في البيت الكبير، وإن شاء الله دايما حلقات البيت الكبير مميزة، والنهاردة إن شاء الله تكون حلقة خاصة جدا جدا بعيد الأم. وكمان أخبار فرقتنا النادي الأهلي إن شاء الله هيعودوا للتدريبات إن شاء الله يوم الثلاث، وحاجات كتيرة جدا جدا النهاردة. مساء الخير عليك يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في كل مكان. عايزة طبعا أوجه التهنئة لكل أم، كل أم مصرية الحقيقة، عيد كل ست وأم وكل واحدة الحقيقة، مش شرط تبقى أم، لكن كل بنت بتنجح في أي مجال هي بتختاره وأثبتت نفسها فيه. وعايزة أقول لحضراتكم على حاجة، يمكن عيد الأم النهاردة عيد لكل واحدة، أو عيد لكل أم تحديدا النهاردة بتقدم شهيد أو بطل للبلد دي، ما ننساهاش. والحقيقة يعني النهاردة بنحملها فوق دماغنا، ونقول لكل ست مصرية كل سنة وانت طيبة. وأول كلامنا طبعا نقول لكل الأمهات الأهلاوية زي ما بحب أسميها برضو، كل سنة وانت طيبة. وهي والدة لاعبنا الراحل محمد عبد الوهاب، يمكن كان لازم نكرم أمهاتنا قبل بناتنا، وبناتنا لما بنقول بنات لأنهم طبعا زي ما قلت في كل الأعمار السنية، في كل كمان يعني الألعاب بنشوف بنات كتيرة جدا محققة إنجازات. ويمكن زي برضو ما شفنا آخر بطولة سلة لسه متوجين بيها بداية السنة دي السوبر، بعد الفوز على هليوبلس في نسختها الأولى طبعا، بعدها بشهر بياخدوا كاس مصر من سبورتنج، بيستعدوا النهاردة لأفريقيا، لأن يعني يمكن شغف البطولات زي ما بنقول دايما في النادي الأهلي لا ينتهي. مش عايزين ننسى برضو الحقيقة كل بناتنا في الألعاب الفردية، خاصة تنس الطاولة، هنا جودة إلى جانب طبعا موهبتها الفذة كان لازم النهاردة تبقى جوه منظومة زي دية، منظومة النادي الأهلي، نساعدها وتنجح أكتر وأكتر. ونماذج كتير الحقيقة في كل الألعاب اللي بياخدوا يمكن يعني يعني من حلقات كتيرة جدا حبنا وشكرنا ليهم. كل ست مصرية وبالأخص الأهلوية قدمت لنا بطل أو بطلة في كل اللعب طبعا بمختلف الأعمار، بنقول لها كل سنة وانت طيبة. وعايزة أقول لأمي كل سنة وانت طيبة ست هدى محمد مصطفى النحاس باشا، اللي طبعا كل سنة وانت طيبة، اللي طبعا هي بتتفرج دلوقتي عليا وبقول لها ربنا يخليكي ليا. وكل سنة والدة هاني رمزي ومراته بخير يا رب، ربنا يشفيها لك وكل الأمهات وكل البنات، ده عيدنا. ودايما دايما يعني بنحاول طول الوقت ان احنا نثبت نفسنا، بنحاول طول الوقت ان احنا نعمل حاجة علشان نقول انا هو انا هو. فزي برضو ما النادي الأهلي النهاردة الحقيقة طول عمره بيحتفل بعيد الأم وبيقدر وبيعلي من هذا الدور، دور الأم وقيمتها الكبيرة في المجتمع، وبيكرم بشكل دائم أمهات نجوم السابقين والراحلين. فالنهاردة إن شاء الله هنتابع فقرة خاصة عن الأم بلقاءات وتقارير مختلفة، وبعد كده طبعا هنروح للأخبار، وطبعا تحديدا أخبار فريقنا. وبعد كده هيكون معانا طبعا في الفقرة الحوارية الأولى اتنين من أمهاتنا الغاليين قوي علينا،
وبطلات النادي الأهلي كمان، وهم علياء محمود لاعبة الأهلي طبعا لكرة السلة السابقة، ومعانا إيمان البدراوي نجمة الأهلي لكرة السلة السابقة، ووالدة طبعا نجوم الأهلي الكبار اللي شرفونا قبل كده نادين وأحمد سلعاوي. في الفقرة الأخيرة مشرفنا النجم من نجوم النادي الأهلي الحقيقة كابتن أحمد نخلة، وحديث مهم حوالين نادينا بطولة الدوري الممتاز طبعا، البطولة الإفريقية اللي لسه الأهلي فيها بيكمل مشواره نحو والعاشرة. كابتن صحيح ماني. صحيح زي ما انت قلت سهام، كمان النادي الأهلي طول عمره بيقدس دور الأم بشكل كبير جدا، وخلينا نتكلم بكل أمانة دور الأم بيكون مهم جدا في إخراج بطل. عشان تخرج بطل وخاصة هذا البطل يكون شارب مبادئ وأخلاق وسياسة النادي الأهلي، ده بيكون وراء أكيد جهد عظيم جدا من الأسرة، مش هقول الأم بس لكن من الأسرة، وإحنا عارفين دايما عصب الأسرة هي الأم. وبالتالي كل نجم كبير وكل بطل مثل النادي الأهلي أعتقد كان وراه كمان أسرة عظيمة وأم عظيمة بتأكد ويعني بتشرب الولد كمان هذه المبادئ وهذه الأخلاقيات وهذه يعني السياسات اللي ماشي عليها النادي الأهلي منذ قديم الأزل. فعايزين نقول تاني لكل أم شاركت في صناعة بطل وخاصة من أبطال النادي الأهلي كل سنة وانت طيبة، وبنقول لكل أم عندها أطفال دلوقتي صغيرين وبراهم صغيرين في النادي الأهلي بنقول عليك دور كبير جدا، إن شاء الله بمجهودك وبطبيعتك كأم إن شاء الله تصنعنا أبطال على مر العصور. النادي الأهلي زي ما بقول لحضراتكم دايما بيكرم الأم بشكل كبير جدا، عشان كمان نعرف دور الأم الكبير والعظيم في صناعة الأبطال وخاصة أبطال النادي الأهلي نروح نشوف التقرير ونرجع في البيت الكبير. وتبقى الأم هي الحنان الأمان لولادها، كل حلمها أنها تشوف ولادها بيكبروا قدامها وبيحققوا أحلامها هي ويبقوا حاجة كبيرة جدا عند الناس والناس تشاور عليها. الشاعر الكبير أحمد شوقي يمكن ما كدبش لما قال في كلماته الخالدة دايما اللي دايما بنتذكرها في الأثناء دي، إن الأم مدرسة لو أنت أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق علشان تحمل حضارة وأم يعني جسورة وبناءة بتبص دايما لقدام. لازم يكون يعني ورا كل أم تعبت وربت وسهرت، ويمكن النهاردة معانا أو واحدة من المفاجآت اللي احنا محضرينها واحدة من الأمهات دول اللي قدمت للنادي الأهلي تحديدا هدية جميلة قوي متعتنا، بس للأسف وقتها عمرها كان قصير، ربنا رايد كده، بس عمرنا ما بننسى ده. يعني بالرغم من الوقت القصير اللي هو يمكن قضاه في النادي الأهلي لكن دايما بيبقى، وهتنضم هي لينا دلوقتي والدة محمد عبد الوهاب هتكون معانا علشان بس نقول لها كل سنة وانتي طيبة يا أم محمد، يا ست الكل، يا راضية، يا جميلة، يا اللي انت تاج ودر فوق جبين كل أهلاوي الحقيقة بيعتز بيكي، وكلنا النهاردة يعني ولاد النادي الأهلي كلهم ولادك مش محمد بس ربنا يرحمه. كل سنة وانت طيبة حبيبتي. وانت طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. عاملة ايه؟ بنرحب بيك يا حاجة طبعا، ومش احنا بس، احنا هنا الحمد لله احنا جزء صغير البيت الكبير، لكن كل كيان النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي بتنقل صوتنا لحضرتك وبتقول لك كل سنة وانت طيبة، عيد أم سعيد، ويا رب تكوني في صحة وسعادة دايما إن شاء الله. وانتوا طيبين وكلكم أولادي والله، وبتسعدوني وربنا يخليكم. ربنا يخليك. ربنا يخليك زي ما قالت سهام، كلنا أولادك يعني، يعني العمر طبعا طبعا كلنا يعني محمد عبد الوهاب طبعا حبيب الكل، واحنا دايما بنتذكره بالخير ودايما بنقول ان وراء كل بطل في ام عظيمه. اليوم ده بيمثل لك ايه يا حاجه وتفتكري منه ايه؟ بفتكر محمد وهو داخل عليا وبيقول لي كل سنه وانت طيبه ويبقى جمع اخواته جنبه ويقول لي خدي هات هديتك عشان انا ما بعرفش اجيب والحاجات دي يعني. طبعا يعني ربنا يرحمه يا رب. كلنا اولادك يا حاج، كلنا اولادك، ويمكن ذكرى ابنك كمان لما دلوقتي كلنا بنفتكر، مش بس على مستوى اللعب وده مهم جدا جدا، على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى التربيه
ودايما بنقول هي الام، هي عصب الاسره وهي الداعم الاساسي. طبعا دور الاب كمان دور كبير جدا، لكن تاتي الام دايما هي صاحبه الفضل الكبير جدا. واحنا باسم جماهير النادي الاهلي وباسم كل مصر بنشكرك على حتى تربيتك لمحمد، وكان مثال للسلوك على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى اللعب. وبنقول لك يعني كلنا بنفتكر محمد، لكن خلينا نفرح بيكي وخلينا نفرح بكل امهات مصر. ويعني عايزينك تقولي كمان قضيتي اليوم ده ازاي، يعني اليوم ده النهارده اكيد ولادك حواليك، اكيد كل الناس اللي بتحبك بيتصلوا بيك، قضيتي اليوم ازاي ده النهارده يا حاج؟ اليوم قضيته طبعا الاولاد ايوه حواليا ومعايا الحمد لله دايما يا رب. الحمد لله ايوه كلهم جو وكانوا معايا والحمد لله يعني على فضل ربنا علينا برضه. ربنا قبل ما بيبلي بيدبر برضه. طبعا صحيح. ربنا برضه يخلي الموجودين ويرحم اللي مات، هو اللي مات ما يتعوضش. صحيح. بس الحمد لله، الحمد لله على حب الناس، والحمد لله على هو فات لنا كنز، فات لنا حب الناس. وهو محمد نفسه كان كنز خير. صح. انت عملتي ايه يا حاجة علشان يعني محمد يظهر ويبقى بطل وبطل في النادي الاهلي؟ احكي لي ربيتي محمد واخواته ازاي؟ كنت بتقولي لهم ايه؟ كنت دايما حريصة تعلميهم انت ايه حاجة؟ الدين يا بنتي حبيبتي. بعلمهم تقوى الله والدين. اهم حاجة الاخلاق والدين. والضمير هو ده اهم حاجة. حب الناس. انه ما يكرهش حد. ما تلقاهم ولادي كلهم واحد كده، ما يحقدوش على حد. ما يكرهوش حد، حتى اللي يكرههم وبيعمل فيهم افصال تبص تلاقيهم لو جه كلمهم ولا حاجة. احنا كلنا طبيعتنا كده، تلاقيهم سباقين بالخير وكده وما يشيلوش جواهم يعني حاجات وحشه والحاجات دي يعني. خوف ربنا هو ده يعني بيبقى سلاح. صحيح. خوف من ربنا بيبقى سلاح مع الانسان على طول. ده صحيح يا حاجة، وما شاء الله يعني حضرتك يعني ربيتي وأوفيتي، وكان أكيد في صعوبات كتيرة جدا بتمر بحياة الأم عشان تصنع بطل، وخاصة لما هذا البطل يكون كمان مقترن بكيان كبير زي النادي الأهلي، عنده مبادئ وعنده سلوك معين. فأكيد هذا السلوك، ودايما بنتكلم إن البيت، تربية البيت هي الأول وبعدين بيجي النادي. فواضح جدا يعني من كلامك، وأكيد واضح من طبعا سلوك الله يرحمه محمد، ان كان في توازي كبير جدا، مبادئ النادي الاهلي مرتبطه بمبادئ البيت والاسره، كان ليها عامل كبير جدا جدا يا حاجه انك تربي وانك تطلعي وان يكون في نجم كبير زي محمد الله يرحمه موجود في جدران النادي الاهلي. يا ابني هو البيت الاساس. صحيح. البيت بيبقى الاساس. المدرسة مهما برضو الواحد يطلع بره ويتعلم ايوه، بس يعني البيت بيبقى اساس. صح. برضو التنشئة الدينية كويسة بتبقى حرصة الولد او البنت. صح. صحيح. لو عنده ضمير مش هيكذب، لو عنده دين مش هيكذب، لو عنده دين هيبقى عنده ضمير، لو عنده دين هيبقى عنده كل حاجه. انا معاكي 100%. قولي لي بقى بعد محمد رحمه الله عليه بقى عيد الام بالنسبه لك حاجه تانية. مش عايز اعرف ايه المختلف، بس اكيد في ناس كتيره جدا بيعنيها يعني في اليوم دوت ان هي تقول لك كل سنه وانت طيبه وتبقى حواليكي، مش شرط يبقوا اولادك من بطنك اللي جبتيهم. فقولي لي بقى الاختلف ازاي النهارده عيد الام بالنسبه لك؟
هو الأولاد أو حد من قرايبنا أو كده في أي مناسبة ما بيجوش يميتي، يعني ما بيجوش ناحيتي خالص، لأنهم هم عارفين لو جا يميتي هنفجر، فهم يعني بيتلاشاني كده كل سنة وانت طيبة وخلاص من بعيد. كل سنة وانت طيبة يا حاجة، واحنا يعني بنقول لك ده صوت كل الأهلوية وصوت كل المصريين، كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله تكون كل سنة سعيدة عليكي وعلى أولادك، وان شاء الله تكوني بصحة وسعادة، ودايما متواصلين معاكي، ودايما تكوني بخير وسعادة ان شاء الله يا حاجة. ربنا يكرمكم يا ابني، والله بتسعدوني، ويعني انتم مودين وحشة محمد والله كلكم حبيبتي. وربنا يخلي النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وكل اللعيبة وكل الكباتن بتاع النادي الأهلي، وربنا يخلي لنا البيت الكبير. يا حبيبة قلبي، يا روح قلبي، بحبك. كل سنة وانت كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة حبيبتي، وإن شاء الله كمان قريب قوي قوي تشرفينا هنا بقى في بيتك، البيت الكبير ينور عشان ينور أكتر إن شاء الله. يا تعيش، ربنا يخليك يا حبيبتي. يا حبيبتي يا رب يخليك، يا رب يخليكي. مش بس دايما، انا بشكر ام محمد عبد الوهاب جدا جدا، نجمنا اللي هيظل طبعا الغائب الحاضر دايما عند كل الجمهور، كل الناس بمختلف انتماءاتها، ودايما برضو افتكرت حاجه وهي بتقول ربنا يخلي لنا البيت الكبير، لما كانت كل مناسبه الحقيقه بتمر يعني، ودايما النادي الاهلي يعني بيحب يشارك مثلا الأسر أو المجتمع، بحس أنه دايما النادي الأهلي موجود في بيوت الأمهات. يمكن كان في مناسبة قريبة بس أنا مش قادرة أفتكرها، كان سيد عبد الحفيظ مدير الكورة، محمد الشناوي، كان سعد سمير راحوا لمحمد عبد الوهاب في الفيوم وزاروها وكانوا معاها. دايما النادي الأهلي موجود في المناسبات اللي زي دي، وهو ده دور النادي الأهلي. أنا بحس أنه ليه دور، مش بحس يعني، هو دي حقيقة، النادي الأهلي بيبقى ليه دور أو أدوار كتيرة جدا بعيدة عن كرة القدم بس، فبتلاقي دوره المجتمعي، بتلاقي دوره الإنساني، بتلاقي دوره الخدمي، بتلاقي دوره التنموي. هو ده النادي الأهلي يا جماعة، عشان هو كيان كبير جدا جدا، فدايما بيحرص أنه يكون ما بين كل أبنائه، ما بين كل الأسر، ما بين كل اللي بينتموا له. هو ده النادي صحيح الأهلي. والنادي الأهلي كمان النهاردة يعني كمان على كل صفحاته، على صفحة الرسمية لتويتر، على الفيسبوك، بيقول لكل أم كل سنة وانت طيبة، وبأكد على كلام الحاجة أم محمد طبعا، ده طبعا تهنئة النادي الأهلي طبعا على كل وسائل السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على تويتر، بيقول لكل أم كل سنة وانت طيبة. وده زي ما بنقول مش غريب عن النادي الأهلي، هو ده الدور حتى اللي بيقوم بيه النادي الأهلي، إنه أسرة واحدة وأسرة كبيرة حتى على مستوى الأسرة المصرية. النهاردة النادي الأهلي ما بيقولش لكل أم أهلوية بس، النادي الأهلي بيقول لكل أم مصرية كل سنة وانت طيبة. ويعني زي ما بقول لحضراتكم دور مهم جدا، الأسرة، ويمكن من خلال يمكن اللي احنا بنمر بيه دلوقتي من خلال السوشيال ميديا والكلام الكتير، ويمكن ترابط الأسرة ما بقاش زي زمان. خلينا نتكلم بكل أمانة، بيجي دور الأم دلوقتي دور مهم جدا جدا. دور الأم النهاردة أنها تلم أولادها زي ما قالت الحاجة، التربية الدينية، يتعرفهم الدين، يتعرفهم مبادئ وأخلاقيات المصريين بشكل خاص. إحنا عندنا طابع شرقي، يمكن أنا عشت في ألمانيا كتير، لكن دايما دايما الطابع الشرقي والطابع المصري ما فيش أحسن منه. دور الأم دور مهم جدا على مر العصور، دور الست المصرية كمان دور أكتر من رائع على مستوى تاريخ مصر كله. فتاني بنحيي كل أم وبنقول لها كل سنة وأنت طيبة، واللي يعني ربنا يعني يمكن يعني ما عندوش أم نتيجة وفاتها، ده بيكون يوم صعب، لكن بنقول له يعني كمان أكيد في مكان أحسن. طبعا أكيد لازم في مكان أمك أحسن. في مكان طبعا الجنة تحت أقدام الأمهات. فبنقول لي تاني لكل أم مصرية كل سنة وانت طيبة. وخلي بالكم التهنئة دي بس مش في مصر، ده كمان على المستوى العالمي. يعني كان النهاردة كمان يعني نجم الكرة العالمية والشباب بيحبوه جدا جدا، يعني بنتكلم على كريستيانو رونالدو، كان دايما الأم جنبه، كريستيانو رونالدو والدته اسمها ماريا، ما بتفرقوش في أي حفلة أو أي تكريم أو أي إنجاز،
وبيقول دايما انها سبب في كل حاجه هو وصل لها دلوقتي. رونالدو كمان بيقدم لامه هدايا طبعا، يعني هدايا فاخره، هديه عيد الام مجرد تقول لوالدتك كل سنه وانت طيبه او تبوس ايديها، ده بيكون عندها بالدنيا كلها. فخلينا نقول ان يعني الام زي ما بقول لحضراتكم سبب كبير جدا جدا في صناعه الابطال، بس مش على المستوى يعني في مصر بس، ده على المستوى العالمي. شفنا رونالدو قد ايه يعني طبعا دايما بيكون والدته معاه في الاحتفالات الكبيره، والنهارده بيقول لها كل سنه وانت طيبه من خلال طبعا السوشيال ميديا ووسائل الاتصال الاجتماعي. النهارده كل العالم يمكن صحيح بيبعت لامه بيهنيها بيكتب لها كلمه حلوه. نجوم العالم كلها الحقيقه، مش بس رونالدو، كمان الاسطوره ميسي والدته سيليا اللي دايما ما بيتكلم عنها، دايما موجوده معاه في حفلات الكره الذهبيه اللي بيتوج بيها. يمكن من نجومنا كمان العرب الجزائري رياض محرز النهارده نجم مانشستر سيتي الانجليزي، اللي بيقول انه والدته حليمه هي سبب كل الخير اللي هو فيه، وكان حريص دايما انه ياخدها معاه وتقعد جنبه على المنصه وهو بيوقع عقده مع السيتي في 2017. فدايما يعني بتبقى وش خير يعني. طبعاً عارف انت طبعا كمان طبعا المغربي حكيم زياش طبعا نجم تشيلسي المتالق طبعا قال كمان للصحافه النهارده ان امه هي سر انه اصبح لاعب كبير، وطبعا خدها معاه طبعا هو بيستلم جائزه افضل لاعب في الدوري الهولندي. الكلام ده من سنتين طبعا قبل ما ينتقل الى تشيلسي، واصر انها تطلع معاه على المسرح وبتشاركه طبعا لحظه التتويج، وزي ما حضراتكم شايفين لقطه معبره جدا ولقطه تدل يعني جزء من الرد الجميل. وتخيلوا فرحه الام يعني وهي واقفه وشايفه ابنها انه وصل لمرحله مهمه جدا في حياته، بقى نجم كبير على المستوى العالمي. اكيد ده اكيد بيسعدها وبيسعد كل ام لما حتى بتشوف ابنها وتشوف المجهود الجبار اللي قضيته طوال حياتها. مش يعني ده كل يوم الام بتمر بتحديات كبيره جدا. النهارده هنتابع الكلام دوت من خلال بعض امهات كانوا سبب في ظهور بطلات للنادي الاهلي. لكن خلينا نقول ان يعني كل ام ليها دور اكتر من رائع في صناعه النجم، وانا واحد منهم. امي كان ليها فضل كبير جدا جدا يعني بعد ربنا ووالدي الله يرحمه انه امشي مشوار طويل جدا في مشوار احترافي. تخيلوا يعني انا كمان يعني فقدت والدي وانا في المانيا، كان العامل الاساسي انها تخفف عني هي طبعا هذه الصدمه كانت والدتي، اللي يعني ببوس ايديها كل يوم وبقول لها ربنا يخليكي ليا وانت سبب ان انا وصلت لهذه المرحله، وحب الناس ليا اكيد سبب حب الام يعني. طبعا أكيد طبعا ربنا يحبب فيه خلقه يا ابني. اكيد بتدعي لك الدعوه أكيد دي أكيد. وانا كمان دايما تدعيها لي الحقيقه. نروح بقى لاخبار منتخبنا الاول اللي بيستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر. طبعا عارفين ان احنا عندنا تصفيات كاس الامم الافريقيه في الكاميرون ل 2022. منتخبنا اجتمع النهارده وخضعت اللعيبه كلها والجهاز الفني المسحه تحليل الدم طبعا للكشف عن فيروس كورونا. بعد المسحه دي الجهاز الطبي بقياده دكتور محمد ابو العيلة قرر انه يعزل جميع لاعبه المنتخب في غرف فرديه ومنفصله لحد ما تظهر النتيجه. بعد طبعا ما خد المنتخب ميرانو الاول طبعا على استاد القاهره، خلاص دخلنا في مرحله الجد. كلنا دلوقتي بنستعد لخوض مباراتين مهمتين جدا، كل بيساند منتخبنا علشان يقدر يحقق الفوز على كينيا يوم الخميس اللي جاي، ويواصل بعد كده بقياده طبعا كابتن حسام البدري انه يتصدر المجموعه. اكيد طبعا مهم جدا المرحله ديت، واحنا شايفين طبعا الاجراءات الاحترازيه، وكان حريص طبعا الجهاز الطبي وكابتن حسام البدري يعني كمان بيطمن على نفسه. ده اهم حاجه لمحمد الشناوي ربنا يديله الصحه، كل لاعبتنا ان شاء الله لاعيبه المنتخب. واحنا في مرحله طبعا مرحله مهمه جدا، اعتقد مرحله مريحه للكابتن حسام البدري، عنده مجموعه اكتر من رائعه ان شاء الله اللي خوض مباراتي كينيا وجزر القمر. ان شاء الله كل التوفيق ليه، وهي دي الفتره يمكن الفتره بتاعه دايما دايما الانتقادات، ودايما لما بتطلع قائمه المنتخب في جميع العصور وفي جميع الاوقات. يعني الكلام ده من زمان جدا، اول ما قائمه المنتخب بتطلع بيكون فيها بعض الانتقادات، مين اللعيب اللي اتظلم مين اللعيب ما اتظلمش. اعتقد لازم الصفحه دي تقفل تماما، ودلوقتي الوقت ودايما كل وقت هو مسانده منتخبنا القومي ومسانده مصر ان شاء الله في مشوارها الافريقي، استعدادا كمان ان شاء الله هنتاهل لامم افريقيا باذن الله في الكاميرون، استعداد الاكبر ان شاء الله لكمان مونديال 2022. طبعا
بعض الصور دي التمرين النهارده، يمكن بدا النهارده التمرين طبعا بعد كشف والتحاليل اللازمه، ده جزء او صور من طبعا تدريبات منتخبنا النهارده استعدادا باذن الله اعتقد السفر بعد بكره لكينيا، مباراه برضه على المستوى الفني احنا قادرين ان احنا نقوم بيها بدور اكتر من رائع، ناكد صدارتنا للمجموعه، وكل فوز لمنتخب مصر اعتقد بيدي ثقه للعيبه وثقه للجهاز الفني، فدي طبعا صور من خلال التدريب ان اعتقد خلاص اللعيبه كلها مركزه في المنتخب وكل واحد زي ما بقول لك يا سهام قلع فانيله ناديه ولابس زي ما شايفين كل اللعيبه على مستوى كل الانديه، نتكلم على 8 من الاهلي، 5 من الزمالك، 5 من بيراميدز، 5 محترفين و5 من انديه مختلفه، والنهارده مصطفى محمد هو كمان ومحمد صلاح وصل كمان النهارده عشان طبعًا كان في ناس برضو كان بتقول بتشكك ان محمد صلاح مش هيوصل، لكن النهارده جه وبيشارك في التمرين بالزبط. ودي صور من التدريب النهارده، يمكن الجهاز الفني المنتخب سمح باول ربع ساعه انه يكون في وسائل اعلام بتصور او بتاخد او بتلتقط صور، وده فعلا اللي حصل، دي المشاهد اللي جالنا من هناك، فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا في اللي جاي علشان زي ما قلنا يكمل مشوار ويتصدر مجموعته بإذن الله. من منتخب مصر الأول نروح لمنتخبنا الأولمبي، عندنا كمان 5 في الأهلي طبعا بيشاركوا في المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن كبير شوقي غريب اللي قرر أنه معسكر المنتخب يكون مفتوح للعيبة يوميا، وده طبعا بسبب إقامة مباريات ودية خلال فترة التوقف، عارفين أنه المباريات الودية يعني بتسهل كتير قوي قوي على اللعيبة، فكرة الانسجام دي أفتكر من أهم النقاط من وجهة نظري. النهارده فتره يعني جائحه كورونا ما بتخليش ما فيش فرصه ان يكون في مباريات وديه بسبب الفيروس ده، فالنهارده الملعب مفتوح، معسكر منتخب بدا النهارده، بنستعد لاولمبياد طوكيو ان شاء الله المقرر ليها في 7 اللي جاي، وكان مقرر ان هم يخوضوا وديتين للمنتخب طبعا الاولمبي بقياده الكابتن شوقي المدير الفني امام جنوب افريقيا تحديدا، ولكن زي ما قلنا نظرا لظروف وتفشي فيروس كورونا طبعا ما حلفش المنتخب الاولمبي هذا الحظ، وبسبب طبعا الاجراءات والحجر الصحي، وعشان هو كابتن شوقي كلنا بناخد اكيد احتياطاتنا دلوقتي، فكره التباعد الاجتماعي دي مهمه، وبس هو كان على فكره كان كمان عايز يعمل ماتشين كبار جدا على مستوى الكرة العالمية مع الأرجنتين أو البرازيل، لكن طبعا زي ما بنقول فيروس كورونا طبعا وصعوبة الطيران كل دوت يعني أحال دون إقامة هذه المباراتين، كان موضوع مهم جدا، لكن طبعا كمان مهم جدا أنه يجمع اللعيبة في معسكر بقاله فترات طويلة جدا، يمكن من شهر 12 بعد الفوز بالبطولة الأفريقية وأداء أكتر من رائع، كان مهم جدا كمان هذا المعسكر أن الناس تخش، ويبقى فكر الكابتن شوقي غريب هنعمل إيه كمان المرحلة اللي جاية. الأولمبياد إن شاء الله دورة كبيرة جدا ومحفل عالمي كبير جدا، نتمنى بإذن الله، لأن إحنا عندنا مجموعة طيبة جدا جدا، عندنا منتخب أولمبي قوي جدا قادر بإذن الله إن شاء الله إنه يعمل حاجة في الأولمبياد ويحقق نتيجة ويجيب لنا ميدالية، كل الصفوف مكتملة، كل اللعيبة بتلعب في الدوري الممتاز، عندنا لعيبة دلوقتي محترفة زي مصطفى محمد بيلعب في جلاطة سراي وبيأدي بشكل أكتر من رائع، عندنا طاهر محمد طاهر، عندنا يعني وإن شاء الله صلاح يكون موجود معاهم، أحمد ياسر ريان، مجموعة كبيرة جدا، وفتوح وبيكم، يعني ما شاء الله مجموعة هايلة تقدر بإذن الله إن إحنا بالاجتهاد والعرق زي ما شفنا في بطولة أفريقيا إن شاء الله يحققوا نتيجة بإذن الله جيدة ويرجعوا لنا بميداليه من طوكيو باذن الله. طيب نروح لاخبار فرقتنا المارد الاحمر اللي هيعود ان شاء الله للتدريبات باذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي. حضراتكم عارفين ان موسيماني ادى راحه 5 أيام او 6 أيام للفريق بعد طبعا العوده من الكونغو بعد الفوز الكبير، ويعني كان خطوه مهمه جدا ان شاء الله في مشوار العشره، 5 أيام راحه بيرجع ان شاء الله الفريق يوم الثلاثاء، وكان خبر حلو قوي قلنا يمكن استاذ محمود صبري قال لنا ان شاء الله يوم الثلاثاء عوده وليد سليمان للتدريبات الجماعيه، عوده وليد سليمان ان شاء الله باذن الله عوده على المستوى الفني مهمه جدا، على المستوى المعنوي مهمه جدا لوليد، وليد سليمان رغم غيابه فترات طويله جدا جدا على المستطيل الاخضر كان طبعا عارفين كان عنده مشكله في العضله الخلفيه، أبعدته كتير عن المشاركة في مع النادي الأهلي في المباريات اللي فاتت. الحاوي طبعا واحد وزي ما حضراتكم بيتأهل بشكل أكتر من رائع، يعني عنده إصرار، واللي بنشوفه دوت صورة طبيعية لوليد سليمان، يعني الناس بتقول كبر ومش كبر، لا وليد سليمان طاقة قوية جدا،
بيستعد ونفسه يمكن النهارده قبل بكره يكون متواجد مع يعني النادي الاهلي. وليد سليمان قيمه كبيره جدا زي ما بقول لحضراتكم، ان شاء الله باذن الله يتعافى، هو تعافى تماما ان شاء الله، ويوم الثلاث تكون بدايه التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، ويكون بقى ان شاء الله نشوف وليد سليمان في الملعب ودوره المهم جدا اذا كان داخل المستطيل او خارج في الغرف المغلقه في الدريسنج روم يعني. طبعا انا بشوف ان وليد من اللعيبه اللي دورها مهم مش بس جوه الملعب، كمان براه يعني، وكان بيقوم بالدور ده، خلي بالك رغم غيابه، لكن طبعاً كاس العالم انديه متواجد، بيكلم اللعيبه، بيحفز اللعيبه يعني. طبعا فدور وليد مهم قوي، بس مش بس من حيث تاثيره في الملعب الحقيقه. فان شاء الله يكون منضم قريب جدا للفريق، واحنا مفتقدينه الحقيقه. نروح لاخبارنا العالميه ونبدا مع ديشامب المدير الفني لفرنسا. النهارده بيخرج بتصريحات مهمه جدا للصحافه العالميه، وتحدث فيها عن خلفيته في او خلفته في القياده الفنيه للمنتخب الفرنسي. فقال ايه بقى ديشامب؟ قال انه زين الدين زيدان قد يكون خلفته في يوم من الايام، وده طبعا بعد قيادته الرائعه لريال مدريد. طبعا زي ما احنا عارفين انه في صداقه قويه جدا بتجمع ما بين الثنائي ده، ديشامب زين الدين زيدان، والاثنين من نجوم مونديال 98 طبعا اللي فازت بيه فرنسا، وكاس الامم الاوروبيه كمان في 2000. ديشامب عقده هينتهي مع فرنسا في 2022، السنه الجايه ان شاء الله. فالسؤال بقى دلوقتي، هل فعلا زيدان هيكون خليفه ديشامب؟ هل هيكون المدير الفني اللي فرنسا يوما ما؟ هذا ما ننتظره جميعا. وكابتن هاني رمزي يعني طبعا زيدان، طبعا زين الدين زيدان وديشامب طبعا علاقه قويه جدا طبعا. فعلشان علشان هذا التكهن، ويمكن اتكلمنا يمكن لسه على لوف على مستوى المنتخب الالماني، مين خليفه لوف؟ هنجيله في خبر ان لغايه دلوقتي انت تعتقد ايه؟ انا بسالتك سؤال قدام المشاهدين جميعا، لسه الحاجات دي يعني لسه طبعا الامور ما اتضحتش بشكل كبير. أكيد طبعا بدري جدا جدا نعرف هذه الأمور، لأن الأمور ما بتتحسبش بهذه الطريقة، ولكن بيبقى دايما في بلان وفي خطط. وده النهاردة كمان قاله فريتز كيلر، ده طبعا فريتز كيلر ده رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اللي رفض النهاردة في تصريحات إعلامية أنه كمان يعلن اسم خليفة المدرب لوف. لوف طبعا كان قرر أنه ما يكملش بعد بطولة أوروبا اللي جاية، رغم أن طبعا عقده ممتد لسه ليه بعد كاس العالم 2022، لكن طبعا قرر الاكتفاء بالفتره اللي قدمها مع منتخب المانيا، وقال عايز يمنح كمان فرص لوجوه جديده. النهارده رئيس الاتحاد الالماني قال احنا عندنا خطه اولى وثانيه وثالثه ورابعه، ورفض طبعا يقول اسم احد الاسماء المقترحه، واكتفى بانه قال ان متاكد ان هو متاكد انه هيقدم مدرب رائع للمنتخب الالماني. طبعا الفترات اللي فاتت كان في اسماء كتير، هانز فيليك طبعا مدرب البايرن، كانت طبعا يورجن كلوب كمان، يوليان طبعا ده مدرب شاب عنده 33 سنه مدرب لايبزيج. كل الاسماء دي كانت مرشحه، لكن النهارده طبعا رئيس الاتحاد الالماني بيقول لا احنا كمان، وده صفه الالمان، صفه الالمان بيمشوا بخطى ثابته جدا جدا جدا. وكمان انك تغيير الاداره الفنيه على مستوى المنتخب الالماني بتبقى خطوه مش سهله، خطوه بتبقى محسوبه. والراجل قال انا عندي بلان واحد واثنين وثلاثه واربعه، وده متعودين على هذا، الالمان بيمشوا بخطى طويله المدى. احنا عارفين حتى لوف كان مساعد كلينسمان، قضى اكتر يعني من 15 16 سنه مع المنتخب الالماني، فاز بكاس العالم طبعا 2018 مع المانيا. لكن في الوقت الحالي هو قال انا مش هكمل، ودلوقتي كل التقارير بتقرب بعض المدربين، لكن لم يحسم الموضوع بعد في خلافه لوف للمنتخب الالماني. طيب نروح بقى لروبرتو مونشيني. روبرتو مونشيني المدرب الكبير اللي هيحدد خلاص او هيجدد عقده مع منتخب ايطاليا ل 2024 خلال ايام قليله جدا، وتحديدا خلال فتره التوقف الدولي اللي احنا بنشهدها كلنا والعالم كله. مونشيني النهارده بيعمل نتائج رائعه مع منتخب ايطاليا، يمكن في 15 فوز النهارده من اصل 24 مباراه لحد دلوقتي، سجل مع المنتخب الايطالي 54
50 هدف، استقبل فقط 14. راتبه النهارده هيرتفع من 2 مليون ل 3 مليون يورو سنويا. فده طبعا يمكن النتائج اللي بيقدمها النهارده بتقول يعني بتتكلم في فكره ارتفاع راتبه. وهيستمر طبعا معاه دانييلي دي روسي اللي كنا اتكلمنا عليه قبل كده، وعن انضمامه للجهاز الفني لمنتخب ايطاليا الاسبوع اللي فات. صحيح. فطبعا يعني محققين نتائج رائعه جدا جدا مع على المنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي ودايما بنقول ان غياب المنتخب الايطالي كان فيه رجه واسعه، ويعني زي ما بقول زلزال كده في عدم وصول المنتخب الالماني لكاس العالم اللي فاتت في روسيا. طبعا منتخب ايطاليا من المنتخبات العريقه وليها باع كبير جدا جدا في كاس العالم. مانشيني اعتقد قادر للوصول ل 2022. كمان في ايطاليا النهارده كان في هزيمه غريبه جدا لليوفنتوس. النهارده في الدوري الايطالي اليوفنتوس بيتغلب من بنفنتينو، دوت فريق لسه صاعد من الممتاز بي او من الدرجه الثانيه او من سيريا بي، وقدر انه يفوز على اليوفنتوس 1-0. رونالدو النهارده كان كمان مشارك بشكل اساسي في المباراه، رغم كده كان في لغز بصراحه في نتائج اليوفنتوس. طبعا بعد كمان خروج اليوفنتوس من التشامبيونز ليج مفاجاه كبيره جدا جدا على يد بورتو البرتغالي، النهارده كمان بيخسر من فريق اعتقد كمان كانت مفاجاه. هذا الفريق فاز عليه في الدور الاول، يعني تعادل معاه في الدور الاول. تخيلوا فريق لسه صاعد من السيريا بي او من الدرجه الثانيه بيتعادل في اول مشوار ليه مع اليوفنتوس البطل الكبير جدا بنجوم الكبار في الدور الاول، وكمان بيهزم اليوفنتوس خلال يمكن مباراة كانت مباراة مثيرة جدا 1-0 اليوفنتوس، علامة استفهام كبيرة جدا على أداء اليوفنتوس. خروج من التشامبيونز ليج عن طريق بورتو في مفاجأة كبيرة جدا جدا، وكمان على مستوى السيريا كمان اليوفنتوس دلوقتي أعتقد في المركز الرابع. طبعا الانتر متصدر، والنهارده كان الميلان لغايه يمكن ما من دقائق قليله كان كمان فايز 1-0 في المركز الثاني، لكن اليوفنتوس اعتقد بيمر بمرحله صعبه جدا جدا، وطبعا خروجه من التشامبيونز ليج، ودلوقتي اكيد تركيزه الكبير جدا رغم صعوبه الماموريه ان هو يفوز بالسيريا لكن الامور صعبه جدا جدا في اليوفنتوس. طيب عندنا خبر مهم جدا ومتصدر كمان دلوقتي الصحافه الانجليزيه، وهو عن انتقال المدافع الهولندي جيني فينالدون. طبعا جيني فينالدون نجم ليفربول الانجليزي لصفوف برشلونه الاسباني، فتره الانتقالات طبعا اللي جايه ومجانا. صحيفه ساندي تايمز النهارده بتعلن ان فينالدون قرر الانتقال لبرشلونه، واتفق مع إدارة فعلا خوان لابورتا بسبب ضعف العرض اللي بيقدمه له ليفربول علشان يجدد عقده، وبالتالي بيختار برشلونة لأنه المدرب رونالد كومان كان مدربه في منتخب هولندا. فنهاردة كل ده طبعا بسبب يعني قلة العرض. كان شيء متوقع على فكرة يعني من السنة اللي فاتت أو من بداية السنة كان هو كان مش عايز يجدد عقده، دلوقتي يقول العائد المادي، لكن كان في اتفاق واضح ما بينه وبين كومان على انتقاله لبرشلونه، لانه عارفه وهو بيلعب معاه في المنتخب الهولندي وبرشلونه عنده مشروع وهو بيحاول يكون جزء من هذا المشروع. كده انتهت فقرتنا الاخباريه دي، هنروح لفاصل. بعد الفاصل زي ما قلنا في الاول بنستقبل اثنين من الامهات بنحتفل معهم بعيد الام، ايمان البدراوي لاعبه الاهلي السابقه لكره السله، وعلياء محمود لاعبه الاهلي السابقه ايضا لكره السله في البيت الكبير. البيت الكبير لسه مستمر، وفقرة حوارية مختلفة بنحتفل بها النهاردة أو فيها باليوم العظيم ده. النهاردة يوم عيد الأم اللي تعبت وكبرت وسهرت الليالي. النهاردة اتنين من الأمهات دول علشان نكرمهم ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة النماذج اللي معانا دي يمكن بتمثل النهاردة كل أم، مش بس مصرية، كل أم النهاردة يعني عليها دور كبير جدا جدا في المجتمع. أنا مشرفني كابتن إيمان البدراوي لاعبة الأهلي السابقة طبعا لكرة السلة، اللي برحب بيها وبقولها كل سنة وانت طيبة. أنت حضرتك طيبة. وبرحب كمان بكابتن علياء محمود لاعبة الأهلي والسابقة برضو لكرة السلة. أهلا بيك كابتن، مشرفنا النهاردة وكل سنة وانتم طيبين. منورين طبعا البيت الكبير بيتكم، يعني خلينا نقول البيت التاني بيت كل الأهلوية. وزي ما اتكلمنا النهارده كل سنه وانتم طيبين طبعا، وان شاء الله كل سنه تكونوا بصحه وسعاده دايما. كنا بنتكلم على دور مهم جدا، دور الام ودور الاسره، واحنا كلنا في مصر عارفين ان الاسره وعصب الاسره هي الام او السيده او الزوجه. هبدا معاكي يا كابتن ايمان، يمكن في السنوات الاخيره كان في صعوبه كبيره جدا ما بين عمليه الزواج وعمليه الجمع ما بين الرياضه والزواج.
عايز اعرف راي حضرتك في الجزئيه دي قبل ما نخش طبعا في تفاصيل ازاي ما شاء الله قمتوا بدور الام في صناعه الابطال، بس خلينا نتكلم في الجزئيه ديت، شايفه الجزئيه دي ازاي دلوقتي ومقارنه ما بينها وما بين الماضي مش البعيد كمان؟ لا لا لا، هي الحقيقه لسه ستيل موجوده، ستيل ان موجودة. هو يعني الام اللي بتقدر تجمع بين الاثنين، وعندنا امثله كتير، يعني عندنا في الرياضه عندنا كابتن ميسا، كابتن رحاب الغنام، عاليه. انا كنت بلعب لغايه تاني بيبي، يعني لغايه احمد ما كان موجود. يعني احنا لعبنا كتير في الملاعب، ودلوقتي في موجود هاجر من سبورتينج، ام برضو ما شاء الله بتلعب ومميزه في فرقتها. فلا، موضوع الامهات ان هم حابين يجمعوا بين الاثنين، لا ستيل موجوده، وبيبقوا حابين اكتر ان هم يعني. وكابتن طارق طبعا الغنام هو اب طبعًا. يعني ما شاء الله اولاده تحت 16 سنه ابنه، فما شاء الله يعني ان هو ستيل كان في الملعب وابنه جنبه شايفه، يعني في حاجه بتبقى بتفرح الابن وبتفرح الاب برضو ان هو أكيد. ابنه في ايده كده اكيد يعني. انا عايزه اقول انه كابتن ايمان زي ما كنا بنعرفها في الاول مامه اتنين من الابطال في نفس اللعب، ثلاثه بيلعبوا نفس اللعبه. انا اعرف نادين واحمد والثالث مين بقى. وكريم نفس اللعبه، نفس اللعبه والله. بس هو الاكبر وهو للاصابه بطل بدري الحقيقه، يعني هو دكتور في الاكاديميه البحريه وما سابش الباسكت، هو حكم دولي كرة سلة ما شاء الله 3 على 3، وبرده جنب اخواته وجنبنا في كل حاجة. يعني هنرجع لك تاني عشان نشوف عملتي ده ازاي. لكن كابتن علياء كمان يعني نجمة وأم، ودورك اكيد يعني صعب، يعني انا حاسه ان انت ايه يعني شقيتي المجال ده، بس مش بسهوله، مش بالسهوله اللي فيه ممكن البعض يتخيلها او يفتكرها. لا، هو طبعا الموضوع مش بيبقى سهل خالص. بس لما بنكون بنعمل حاجه بنحبها في مكان احنا بنحبه الموضوع بيبقى اسهل شويه. وطبعا الحمد لله يعني من نعمه ربنا ان هو اداني ام وعيله، كل يعني سواء خالاتي كلهم كانوا رعيبه في النادي الاهلي برضو، يعني كابتن لبنى برضو نفس الكلام كانت بتلعب، وعندها نفس اللعبه يا كابتن كره السله برضو. عندي خالتيني كانوا بيلعبوا باسكت، ومامتي كانت بتلعب فولي في النادي الاهلي، ومرات خالي وحماتي، يعني عيله اهلاويه رياضيه 100%. يعني اقصد ان كله بيسابورت في قصه صحيح. سواء لما كنت بلعب او يعني انا ليلى كنت سافرت مع المنتخب وهي عندها سنه، فطبعا انه حد يسيب بيبي ويعني هي عندها سنه، سايبه بنتك عمرها سنه مع مامتي، كانت مع مامتي فتره معسكر، وكان عندنا بطوله افريقيا وكده. فهو طبعا الموضوع بيكون محتاج مننا احنا طبعا تعب، وكل لما بنكبر في السن بنحتاج تمرين اكتر. يعني ما كانش ينفع ان انا اتمرن زي لو انا عايزه احافظ على نفسي سواء في الفيرست تيم او في المنتخب، كان لازم التمرين يكون اكتر، ما ينفعش اعتمد على ساعتين التمرين زي بقيه الناس. ما ينفعش تقولي قليل علشان بقى بنتي خالص سايباها مع مام، بالظبط ما كانش ينفع اكمل، فكان بالظبط كان مجهود مضاعف. مع ان ليلى يعني انا وطنط ايمان احنا الموضوع يعني نادين واحمد كبار، ليلى وصالح لسه صغيرين بتفرق. ليلى وصالح، ليلى وصالح احلى اسم في الدنيا، صالح ده خدي بالك احلى اسم. عندك منع؟ لا طبعا ما اقدرش. كابتن ايمان كنا بنتكلم كمان على يعني كانت طبعا والده الكابتن الله يرحمه محمد عبد الوهاب كانت معانا في الانترو، وقالت جزء مهم جدا جدا في صناعه الابطال وهو الاسره او البيت. دايما بنتكلم على البيت ان هو، وخاصة هتكلم معاكي بكل أمانة، في يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا السوشيال ميديا والتغير شوية والإنترنت والولاد الصغيرين خلاص بقى يعرفوا حاجات كتير، إزاي حضرتك قدرتي تسيطري وقدرتي تعملي البالانس اللي هو أولا البيت إنه يكون هو جزء كبير جدا جدا من انطلاقة أو من نشأة البطل نفسه، بالإضافة مع النادي، التوليفة ديت حضرتك عملتيها إزاي عشان ما شاء الله ولادك يبقوا أبطال في النادي الأهلي؟ الحمد لله. هو الموضوع أساسا محتاج إن هم يبتدوا يعتمدوا على نفسهم قوي في كل حاجة، ما نلجأش قوي للسوشيال ميديا. إحنا ظهرت في الكام سنة الأخرانية بس صحيح. قبل كده ما كانش موجود، ما كانش بالظبط.
بس هي أثرت طبعا، بتأثر أكيد. جامد يعني، هي يمكن حبهم للنادي وحبهم للعبة وشايفين باباهم ومامتهم. أنا برضو كنت لعيبة في النادي الأهلي ولعيبة منتخب، فهم برضو يعني اتولدوا في الملعب بمعنى أصح يعني، كلهم كانوا موجودين. أنا كان كريم بيبقى في إيدي في المعسكرات في السفريات. اخترت لهم اللعبة ولا هم زي ما قلتي علشان نشأوا في بيت شايفين بابا وماما بيلعبوا الكرة في إيدهم باستمرار يعني أنا حتى نادين عندي حاولت وديها فولي زي ليلى كده، بس معانا كانت معاكم، وحاولت اوديها فولي، هي كانت حابه الفولي وكانت برضو بتلعب باسكت، بس جت لمرحله معينه قالوا لها لا وما ينفعش، وبابا وماما وما ينفعش ولازم باسكت، ويا باسكت يا ما فيش مين لا لا في النادي بقى لان ما ينفعش يجمعوا بين لعبتين جماعيتين. فطبعا ما قدرتش تاخد القرار غير هو الباسكت اجبار يعني. بس فهو طبعا تاثيرهم البيت اللي احنا لازم بنبقى متعاونين مع بعض في الحتة دي، ان احنا بنقفل حاجات تانية كتير يعني، السوشيال ميديا ما نخليهاش تأثر علينا بالسلب يعني، خصوصا الموضوع عندي احمد بعد يعني كان مصاب الفترة اللي فاتت دي، فطبعا السوشيال ميديا مأثرة جدا كانت معاه شوية. والجماهير ما بيستنوش على لاعب ان هم عايزينه في الملعب صحيح. احسن حال ما بيشوفوش اللي بره بيبقى شغال ازاي، دور الام بقى بيجي في النقطة يعني دي. لسه كنت بتكلم مع كابتن عليا بقول لها يعني احنا كان عندنا مهند الصباغ اللي هو دلوقتي بيلعب في فرقه نادي سموحه، وكنا شاريينه برده جه في الاهلي ومشوه قالوا يبطل وما يبطلش، ما شاء الله امبارح في ماتش سموحه والزمالك ولا لعيب مثلا عنده لسه طالع يعني، ممكن الاهلي يفكر يجيبه تاني كبوينت جارد مثلا. فهي الاصابه بعد ما قعد 3 سنين، ولاعيبه الكوره امثله كتير مصابين بيستنوا يعني وضع طبيعي بالذات بالركبه، وخصوصا ان هو اتحمل على نفسه كتير في الاصابه الفتره اللي فاتت ولعب، وكانت قرحه حجمها كبير جدا يعني 4×4 فيعني صعبه، فعمليتين ورا بعض فبتاخد وقت، ونزل برضو على بعد الكورونا على طول على ارض بلاط، فطبعا اثرت بزياده تاني معاه في رجله واضطر يعمل حقن. فهو غصب عنه يعني هو طبعا يتمنى يبقى بكره في الملعب وان شاء الله، فاحنا على طول الدعم ده معاه، وهتبقى احسن وهتنزل وخلينا ومع بعضينا وهتبقى ونروح مع بعض الجيم ويلا ده السبورت اللي محتاجه في الوقت ده بالظبط، احنا كلنا معاك صحيح. احنا يعني انا مره اروح يعني انا بنزل معاهم الجيم اوقات هو نازلين ويلا هنبقى مع بعض، وبصراحه لازم اشكر الدكتور علاء شاكر بصراحه طبيب الفريق لا هو الجيم اخصائي العلاج الطبيعي بصراحه عامل سبورت جامد لي والنادين. كابتن علاء شاكر ده من يعني ما شاء الله، وان شاء الله والروح الحلوه اللي عاملها في الجيم مع اللعيبه يعني، محمود متولي برده معانا في التاهيل هناك، كلنا معظم لعيبه مصر هناك تيم التاهيل كلنا اللعيبه هناك، وبصراحه تيم. طب انا عايز حضرتك بس تقولي الو 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 نادين انت اللي قلت لنا طبعا اكيد يعني صوتها يا كابتن عليا عشان تقول لك على الهوا كل سنه وانت طيبه. ازيك يا نادين؟ الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ احنا يا حبيبتي الحمد لله، مش كنت جيتي؟ ايوه انا ناقصاني. فاكره كنت معانا قبل كده لسه بنحكي مع مامتك، كنت بتحكي على قد ايه دورها كبير ومهم، ويمكن اكبر دور في حياتك هو دور مامتك كابتن ايمان. ايوه اكيد مامي دورها اهم دور فعلا، هو اكتر واحده بتساندني في كل حاجه. يمكن يعني مامي حققت حلمها فيا بان انا اسافر اصلا امريكا وادرس والعب باسكت هناك، كانت حاجه هي يعني نفسها تعملها، بس طبعا وقتها مامي ما كانتش الزمن يعني البيرنتس عندهم قابليه ان هم يسيبوا اولادهم يسافروا برا لوحدهم، فهي يعني زرعت فيا الحته دي من وانا صغيره، وان انا اعتمد على نفسي. وكانت دايما تقول لي يعني ابص للباسس في كل حاجه. حتى لما جيت في السفر وكده كانت دايما طبعا فريق توقيت، فتفضل تسبورت معايا، تقعد تتفرج على ماتشاتي، تقعد تحسسني ان هي لسه معايا في كل حاجه. فطبعا سبورت سيستم كده مامي معايا في كل حاجه. انت كنت بتتكلمي في فكره السفر، كانت اكتر واحده مشجعاكي مامتك. أيوة. خلاص هي ربت فوافقت في الاخلاق وفي التربيه دي، فسيبها يعني يعني حتى في وسط يعني في وسط 1000 واحد، انا عارفه ان بنتي دي ب 100 راجل او ب 100 ست.
ده مهم يعني. دي يعني كنت لسه بتكلم طبعا مع كابتن ايمان وبنتكلم على السبورت اللي بيقدمه الاسره وخاصه الام في انها تبني بطله بمعنى صح. دور المهم جدا في خلال يمكن زي ما بتكلم السنين الاخيره والسوشيال ميديا ويمكن استخدام بعض الناس لسلبيات السوشيال ميديا، لكن كمان التراست والثقه اللي انت خدتيها اكيد دي اثرت عليكي بالايجاب في مشوارك كبطله. والجزء الثاني ان يكون عندك في البيت اكزامبل، عندك امثله موجوده، ده كمان دفعك بشكل كبير يعني. ايوه اكيد بالظبط. انا حضرتك عارف يعني احنا بيت اطفال يعني. صحيح. فطبعا وانا بكبر شايفه بابايا وبنزل النادي بسمع كله بيتكلم عن بابايا وانجازاته وحقق ايه، وفي نفس الوقت مامتي وبعدين اخواتي الاثنين بيلعبوا. فزي ما قلت في الاول هو اكيد اننا اتولدنا في ملعب الباسكت، فهو الحته دي الحاجات دي اتزرعت فينا من واحنا صغيرين ان احنا نقدر نعتمد على نفسنا، وان احنا في ناس اصغر مني بتبص لي اللي انا مثلا ليهم اعلى وان هم عايزين زيي زي ما انا برضه كنت في حد يعني مثلا انا عاليه طبعا يعني دي اختي كبيره ومثل وقدوه ليا في الباسكت، وكان نفسي الحمد لله قدرت اعمل كده ان انا اسافر زيها امريكا وارجع والعب في النادي. يعني عليها اختي كبيره ويعني وبسالها وباخد رايها في كل حاجه كده كده يعني. جبتي لماما هديه عيد الام؟ جبتها والله فعلا. وعيد ميلادها كمان كان اول امبارح. يا روحي تبقى هديه واحده ولا هديتين؟ لا هي هديه واحده. هم هديتي بصراحه بتديها لك النهارده؟ لا هم ادوها لي يوم عيد ميلادي. يا روح قلبي. نديم بتتكلمي على كابتن عليا كمان انها كان مثل. عايز اعرف بعض المواقف اللي كان فيها شد وجذب، ويمكن كان اكيد في مواقف حصلت في حياتك انت كان ليك وجهه نظر معينه او الاسره ليها وجهه نظر معينه، كان النقاش عامل ازاي واليه النقاش ده عشان توصلوا لحل اكيد في مصلحتك وكمان من رؤيه الاسره ان يكون في مصلحه الاسره. تفتكري يعني حاجه من دي؟ يعني مع بابايا اصلا بابايا ما كانش مشكله السفر موضوع السفر طبعا تدخلنا كلنا يعني انا قعدت سنه كامله مع بابايا لغايه لما اقنعته بالمنطق بالاخر. صحيح. وهو اقتنع وقال لي سافري واعملي اللي انت عايزاه، وبالعكس بقى معايا جدا وان هو شايفني انا مبسوطه تاثير مامتك طبعا عايزاه وبقى فخور بيا باللي انا بحققه. صحيح صحيح. فقدرت ان انا اقنعه يعني ده كان ممكن يكون اصعب موقف. كابتن عليا كان ليكي دور في اقناع والد نادين بموضوع السفر كمان مش بس كابتن ايمان. عشان هي مرت بالتجربه دي. هو كمان انكل محمد يعني عشان احنا برضو من يعني انا هو كان قدوه ليا برضو من واحنا صغيرين قوي. كانت طنط ايمان وطنط مش عايزه اكبرهم يعني. لا هي كانت بتلعب زيها زي نادين كده يعني، وانا بلعب كانت لسه بتيجي النادي مع خالتها ومامتها. يعني اللي هي بتلعب معانا يعني وبتاع الصغنطوطه بتاعتنا. وبعدين اخذت انا بقى نادين، فهو انكل محمد على طول نادين. حتى لما احمد برضو بيبقى في حاجه انكل محمد بيجي يقول لي كلمي معاه قولي له. فنادين كانت كنت انا خلصت جامعه ورجعت، فكنت انا ببوش قوي في انه انت حد كويس قوي لازم تمري بالتجربه، انت لازم تطلعي لازم تروحي. فكان جالها سكولرشيب في سنه، وبعدين انكل محمد عاصلك شويه وقال لا او مش هينفع، فكان خلاص الوقت راح. جت بعد كده فضلنا بقى احنا خلال السنه دي بنزن عليه انه لا يا انكل ويلا ولازم تروح، لغايه بقى لما السنه اللي بعدها على طول هو غالبا سفرها من زننا كلنا يعني عليه. عشان يرتاح. مين غير الست غير الست اللي تعرف زي الست المصريه الاصيله زي اي ست مصريه اصيله. صح. وانت كمان يا نادين اعتقد البوش دوت كمان اداكي دفعه كمان ان انت يعني الوالد ما كانش موافق كان خايف عليكي، البوش دوت واقناعه كمان اعتقد ده كيبوش جامد جدا هناك انك تحققي حاجه كويسه وما شاء الله مشيتي بشكل كنت عايزه ان هو يكون فخور يعني انا عملته، وان انا كان عندي نظره ان انا عايزه اسافر واحقق كده، فالحمد لله انا قدرت اعمل كده، فهو بقى نفسه اصلا مبسوط بيا. حبيبتي ربنا يوفقك يا رب. انا عارفه ان انت في يعني مشوارك لسه طويل، وعارفه ان انت طموحه عايزه تعملي حاجه، عايزه تعملي حاجه في اللعبه دي وتكوني مثل اعلى زي ما مامتك مثل اعلى كمان. فانا بشكرك قوي يا نادين. شكرا يا نادين. وكل سنه واحنا كلنا طيبين يا حبيبتي. كل سنه وانتوا طيبين. طيبين كلنا. وافتكري اللي عملته ماما معاكي عشان تعمليه مع اولادك ان شاء الله ما تنسيش. ان شاء الله. شكرا يا نادين. شكرا لك كابتن عليا. انت العيله كلها ما شاء الله في اللعب زي ما قلتي في الاول صح، ويعني اكيد كل شخصيه في حياتك كان ليها تاثير او دور معين. بس انا عايز اعرف خالتك تحديدا كان ليها دور كبير صح؟ كانت بتلعب نفس اللعبه؟
كابتن لبنى. بالظبط كابتن لبنى كانت بتلعب نفس اللعبه. لبنى ونهله كانوا بيلعبوا باسكت. احنا اصلا يعني الموضوع لو رجعنا ورا شويه احنا العيله كلها يعني حتى جروب العيله على طول بيتكلموا في الاهلي فولي حصل ايه كره قدم جدا بتقعدوا بقى تعملوا تحليل فني وكده. خالي على طول جدي الله يرحمه جدي وجدتي يعني جدتي الله يرحمها يوم ماتش الاهلي لازم تيشرت الاهلي كان بيقعد يشجعنا واحنا بنلعب يعني بالزبط. انا ولبنى ونهله لعبنا في النادي الاهلي موروث يعني بالظبط جدتي يوم ماتش الاهلي لما يلعبوا كوره يعني ايام حياتي ما كنت الو 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 قالت لي انا اللي عرفت المره دي لبنى. مساء الخير كابتن لبنى. مساء الخير كابتن هاني. اهلا بحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه ويعني معانا يعني نجمه كمان نجمه كبيره وكابتن عليا كان بتقول ان كان ليكي دور كبير جدا جدا في مشوارها الفني بتقولي لها ايه دلوقتي وهي قاعده معانا هنا في البيت الكبير؟ اقول لها برضو كل سنه انت طيبه علشان عيد الام والايمان وال زميلة لما حضرتك حبيبتي كل سنة وانت سيهان كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت طيبة. لا هو انا عندي مشكلة ان انا بنسى اسامي وانا والله وانا كنفس المشكلة ولا يهمك منورانا في البيت العالم يعني حبيبتي يا رب يخليكي كل سنة وحضرتك طيبة. ولسه علياء كانت بتحكي عن الدور مش بس اللي مامتها كانت بتقدمه لها او والدها الأسرة كلها الأسرة الكبيرة بقى انا بعتبرها كده يعني فحضرتك كمان من الشخصيات اكيد اللي اثرت في حياه عليا اعرف منك ازاي اثرتي عليها. انا طبعا بعد ما اعتزلت مرنت في النادي الاهلي انا يعني حياتي التدريبيه حوالي 30 سنه تدريب ما شاء الله الحمد لله وانهيت مسيرتي في 2017 اعتزلت التدريب. فعليا مرنتها سنين طويله وهي ناشئه من تحت 14 سنه لغايه ما وصلت للفيرست تيم وفي فتره كبيره مع بعض في الفيرست تيم وكان معانا كابتن فهد مدير فني وانا مدرب عام ويعني عشنا كتير قوي في الملعب الباسكت مع بعض اكتر من البيت اكتر من البيت طبعا ايوه انا فاكره كابتن لبنى مرنت نديم برضه ومرنت نديم كنت مرنت نديم نديم بنتي برضه مرنتها حوالي اربع كتير منهم حلو حلو يعني كل العيله ما شاء الله وده دايما بنتكلم لما بتكون العيله كلها عندها ثقافه الرياضه اصلا ثقافه الرياضه بتبقى مختلفه ده بينعكس كمان على اخلاقيات الولاد وبينعكس بشكل كبير جدا على روح التعاون داخل الاسره وده مهم جدا ويمكن لسه كنت بتكلم احنا في ظروف صعبه بالنسبه للسوشيال ميديا بيأثر كتير على ترابط الاسره لكن ما شاء الله واضح ان يعني لما تكون الاسره خاصه لما تكون اسره اهلاويه 100% ده بيكون طاقه ايجابيه لكل افراد الاسره على مر العصور يعني حتى كابتن لبنى بيتكلم على الجدود والجدود فده شيء ايجابي وده ان شاء الله موروث كمان للولاد واولادنا اللي جايين يعني بالظبط كده. وانا في اليوم ده بحب طبعا اشكر بناتي اللاعبات اللي اتصلوا بيا عشان يعيدوا عليا عشان عيد الام وده كانت حاجه اسعدتني جدا مع اني سبت التدريب انما الحمد لله ان في لعيبه عندها اصل يعني وبتتصل تعيد عليا يعني كل سنه وانت طيبه كده عايزه اقول لحضرتك ان يعني كابتن لبنى وهي بتمرنا يعني كنت انا كانت بتتعامل معايا اشد من المدربين اللي ما يعرفونيش يعني انا اصلا بطبعي عامه مش حد بتاع مشاكل او حد يعني هاديه وبتمرن الحمد لله الحمد لله يعني كويسه وفي منتخب بس هي كانت دايما يعني بيحشوها شديد عليك يعني بيحشوها يعني اي اسيستنت معايا او هي اسيستنت مع حد بيحشوها هي ما عملتش حاجه كنت قصده تعملي كده وعشان ما حدش يجي يقول لك اصلها قريبتك اصلها ما انت خالتها صح بالظبط يعني بشد عليها هي عشان الباقي يخاف بالظبط يعني وده طبيعي وانا في اعتقادي موضوع الشده ده بيكون اولا شيء ايجابي لشخصيه اللاعب اللي قدامك ان لازم دايما بوش للافضل ودايما يكون الاحسن الجزء بتاع القرايب بيبقى كمان رساله للاعبات الثانيه او اللاعبين التانيين ان انا ما فيش يعني ما بفضلش علشان قريبتي فالموضوع كمان بيبقى صعب عليها وصعب على حضرتك اكيد يعني
بالظبط. هو انا ما كنتش بعمل حاجه يعني يعني انا ما بعملش حاجه. انت شكلك هادي فعلا. هي ما يعني عايزه تشد على الناس صحيح. فبتقوم شد عليا انا كابتن فرقه فتشد عليا انا عشان اهو عشان انا بزعلها كلمه اشمع علشان يعني طب انا ما عملتش حاجه يعني الحمد لله. دايما في العلاقات دي يا عليا فاكره لسه الكلام ده دايما في المواضيع دي بالذات اللي فيها عوائل او كذا وبيلعبوا نفس اللعبه او داخلين زي مهنه التمثيل زي والدهم او مامتهم بيكون في حساسيات من النوع ده. افتكر حتى لو الابن او البنت موهوبه يعني البنت او الولد هو اللي بيتظلم الحقيقه يعني بشوف كده. بس هو بتثبت وجودها ما انت بتثبت وجودك طبعا يعني لو انت موهوب ولو انت بيكون حساسيه شويه وانت بتمرني ومثلا خالتك هي المدرب فبيكون في حساسيه شويه انت كمان اللي كان لازم يعني بتدي اكتر ما عندك عشان ما حدش يقول بالزبط. لكن عامه اخيرا يعني بيكون كل دوت شيء ايجابي لما نكون بطله موجوده معانا وكمان مدربه البطله موجوده معانا عشان كلنا هنا في البيت الكبير يعني بنحتفل بعيد الام بنقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه وان شاء الله باذن الله كل سنينك تبقى سعاده وبصحه وبهنا ان شاء الله. وحضراتكم طيبين جميعا ويا رب دايما قناه الاهلي سابق كل الخطوات الرياضيه كده في الاحتفالات والحاجات الجميله كلها. يا رب يخليكي حبيبتي كل سنه وحضرتك طيبه. بنتكلم بقى عن دور الام في البيت. عليا انت طبعا يعني ام تعتبر حديثه شويه صح؟ يعني انت ولادك ما شاء الله ليلى ليلى لسه تم امبارح 9 سنين. 9 سنين ما شاء الله دي بنوته كبيره يعني حلوه كده. بتلعب نفس اللعبه؟ بتلعب باسكت برضه من واحنا صغار وبعد كده بدات بقى لها فتره كابتن توتو خطفتها فولي شويه يعني انت ام من زمان ما شاء الله يعني مش بحسبك مستجده. بس بقى لي فتره بقى زاد عليا الموضوع مش باسكت بس يعني تمرين باسكت وتمرين فولي مدرسة وأونلاين وموضوع زي الأمور بقى ده اللي بنتكلم الصعوبات. ودايما دلوقتي الأولاد ما بيكتفوش بس إن أنا عايز ألعب باسكت بس، طب أنا أصحابي بيلعبوا فولي، طب أنا بروح سباحة، طب أنا عندي امتحان، طب الأونلاين. كابتن إيمان الدور ده اختلف. اتفضلي. لا يعني أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إنه مهم إن هم يلعبوا ويجربوا كذا اللعبة يعني خاصة وهم صغيرين وهم صغيرين السباحة والجمباز ويعني أنا حتى والووتر بولو. أنا فاكرة كابتن محرم كان على طول بياخد عايز يا أحمد يقول لي سيبيهولي في حمام السباحة مالكش دعوة بابا وماما عشان طويل وإن هو صغير وعشان التاتش في السباحة وهتلمس بسرعه عايز يعني بالظبط بتساعد كل الحاجات اللي هو بيبداوا فيها وهم صغيرين دي بتساعدهم وبتخلي انتقائهم في الاخر صح يعني للحاجه اللي هم حبوها بنفسهم او حبوا يلعبوها. بس دي ما انا بتكلم دي تحديات جديده للام يعني دلوقتي احنا بنتكلم في دراسه يمكن فيروس كورونا والاونلاين ده يمكن اجل شويه لكن عندي كليات بيدرسوا وعندهم طموحات تدريب وعندهم طموحات سفر عندهم لو بيلعبوا منتخبات الامور دي كلها بتعدي على الام ازاي؟ بيبقى حمل كبير قوي بيبقى حمل كبير قوي ولود كبير وبيبقى تضحيات قصاد منها حاجات كتيره. يعني انا افتكر انا عندي احمد مثلا في ثانويه عامه ما امتحنش مع زي الناس. يعني ايه؟ امتحن دور تاني عشان كان عنده كان مسافر كاس عالم. يعني انا كل الامهات وكل المدرسين حرام وخطأ وتجازفوا بكده ونكتب تعهد على نفسنا انه لا ومش هيدخل الدور الاول وانتوا بتعملوا ازاي كده تبقى مشكله في العيله وفي الناس اللي هي بعيده عن الرياضه المدرسين والكلام يعني وهم شاطرين الحمد لله والحمد لله ربنا وفقه يعني يمتحن ليه يمتحن مع ما يبقى قدامه فرصه ثانيه مع زمايله مع السنه ما تروحش عليه لا وكان لا هتقدر تعملها. والمدرسين بصراحه بتوع المدرسه يعني انا فاكره ان هم كانوا سبورتد جامد لينا يعني كانوا بيقولوا لي هاتيه بس يخلص وهاتيه يعني بيقعدوا معايا طب انت فاضي امتى عشان يقعدوا معايا. برضو مهم قوي ان يبقى في تفاهم بين المدرسه والبيت ان هم يسهلوا الموضوع ده مع الولاد مش لا وكده. انا افتكر ان انا يوميا كنت لازم اخدهم من المدرسه ماكسيموم الساعه 12 عشان التمارين والمعسكرات والمنتخبات. نادين نفس الكلام ثانويه عامه كان عندنا كاس عالم معسكر ثانويه عامه يعني اللي هو مستقبل, طبعاً المستقبل مش عارفين ناخد دروس زي الناس كلها ما بتاخد مش عارفين نروح مدرسه. انا افتكر ان هي كانت دروس صحابها اللي بياخدوا وبيبعتوا لها على الواتساب بتقعد تقرا في العربيه واحنا مروحين عشان عندها امتحان الصبح وبنتمرن فترتين وثلاثه في ثانويه عامه منتخب ويعني وما ينفعش تسيب المنتخب ما ينفعش تسيب النص الطريق يعني المشوار. انا جات لها النتيجه وهي مسافره كانت في روسيا
كان يعني اللي هي مش مصدقه بقول لها دي مجموعه كذا. فيعني هم الولاد فعلا هم بيتعبوا وكنت بقول لها يعني بنحاول نوفر لهم كل حاجه يعني احنا بنوفر لهم الوقت في الطريق، بنوفر لهم الاكل كويس، بنوفر لهم اللي انتوا يعني نامي. كنت اوقات بقول لها نامي وارتاح ياتيك النجاح، حتى كانت تقول لها اصحابها يقولوا لها ايه ده مامي دي تحفه اللي هي عماله تقول لك نامي. يعني في الامهات كنت بقول لها لا احنا عايزين نعدي، انا عارفه ان انت مش هتقدري تجيبي الفول مارك في كل حاجه او مش هنقدر ننجح في كل حاجه اكسلنت، لازم هتبقى حاجه على حساب حاجه. بس هم الحقيقه كانوا بيحاولوا توازي بس يعني لا، والحمد لله كلهم فوق ال 95 عند الثلاثة الحمد لله، يعني الثلاثة متفوقين يعني الحمد لله ما شاء الله. كابتن عليا طبعا انا اشعر ان الضغط والمسؤولية والصعوبات لما بيكونوا في سن اصغر بكتير، يعني مش وهم كبار. صح يا عليا، يمكن انت بتعيشي دلوقتي نفس التجربه دي او اللي انا بحكي فيه، ان انت كل ما هم صغيرين اكتر لا يعني مسؤوليتهم يعني اكبر بكتير، الخوف عليهم بزياده، لسه بتعلميهم، لسه عجينه يعني انت عماله تبني. اكيد هو طبعا هو زمان كانت الدنيا اسهل شويه من دلوقتي، ما كانش في عدد الناس اللي بتلعب رياضه، وما كانش في دلوقتي الناس كلها عايز تلعب رياضه لعدد كبير. يعني زمان كان الموضوع شاق جدا زي ما طنطي بان كانت بتقول، يعني انا برضو كان نفس الكلام، سنتين ثانويه عامه انا اصلا في معسكر، النتيجه السنتين انا مش موجود، وامتحاننا برضو نفس الكلام، حتى كان معايا نفس الوقت منتخب الكوره، كانوا يعني شريف اكرامي وشيتوس وحسام غالي كانوا برضو، كان عندهم الارجنتين بالظبط ساعتها انا فاكره كويس بالظبط، فكانوا برضو كل الناس دي امتحاننا في حتت مختلفه. بس كانت الدنيا فعلا اسهل، المدرسين بيسهلوا الدنيا، الناس، الرياضه، الطريق حتى. يعني انا جدي كان بيجي ياخدني، مامتي بتشتغل في بنك، فجدي اللي بيجي ياخدني من مدرستي في مصر الجديده عشان يوديني النادي الاهلي في الجزيره. فكان دلوقتي طبعا موضوع اصعب، ليلى عندها 9 سنين، احنا واحنا كبار احنا بنكون عارفين انا لازم اكل، لازم انام، عندي تمرين، 9 سنين هي يعني لسه، فلازم انا اللي دايما اكون بالذات وراها في موضوع المذاكره. طبعا التمرين هي عايز تنزل التمرين وهتتمرن وتسيب المذاكره بالظبط. بلس ان انا عندي صالح وعنده 10 شهور يا روح قلبي الله اكبر، فانه كان في طبعا سنه حمل مع ان انا ليلى والكلام ده والتمرين مع شغلي، مع ان انا بحضر ماجستير دلوقتي وبقيت بذاكر بصالح بتمرين ليلى بتمرين النادي منتخب مصر تمارين المنتخب. انت بطله جوه البيت وبطله بره. الدنيا فتحت مني فجاه، كل حاجه فتحت مع بعض في نفس الوقت. فطبعا ده زي ما قلت في الاول، من غير خالتي مامتي او عيلتي كلهم مفيش مشكله، انا هودي ليلى حد يجيبها من التمرين، مامتي بتصحى معايا في الاونلاين لو انا مثلا عندي مذاكره وسهرت، فمامتي اللي بتصحى معايا في الاونلاين 8 الصبح تبقى قاعده معاها هي مع ليلى. عشان تساعدها هي الاونلاين بالظبط. هو ده السبورت، هو ده العيله. يعني هو ده العيله اللي دايما، يعني انا دايما شايف، اللي انا عشت بره في اوروبا كتير، لكن دايما انا بشوف ان العيله المصريه ما اعتقدش ما تتواجد في اي حته في العالم السبورت دوت، وان كل واحد خايف على والسؤال وبيشيلوا بعض فعلا في وقت الازمات. بنتكلم على عيد الام، لكن كمان نتكلم بقى على الاب كمان شوية. يعني لا لازم لا بقى يعني الكابتن محمد سيد طبعا سليمان السلعول، نجم الكبير الكبير طبعا في التاريخ، عظيم للنادي الاهلي، معانا على التليفون، لازم نتكلم على دور الاب. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير كابتن هاني، ازاي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك طيب، لان اعتقد النهارده يعني طبعا الام، لكن عيد الاسره كمان، عشان عارف بعض الابهات بيزعلوا. هنمشيها عيد الاسره بس عشان يا كابتن سلعوي، هنمشيها عيد الاسره عشان خاطرك. وسلام طيبه، كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن امام، طيبه وكابتن عليا طيبه حبيبي، وان شاء الله ربنا يعيد عليك، وانت مذيع متالق وسهام مذيع متالق، فربنا يوفقك ان شاء الله. حبيبي ربي يخليك، خيرك ربنا يخليك يا كابتن. انا عارفه دور حضرتك طبعا كبير ومهم، احنا بنهزر وفي عيد الام، لكن كمان دور الاب ده انا يعني اعتقد انه لا يقل اهميه ابدا ابدا عن دور الام، خاصه كمان لما يكون الاب ده متعاون. وانا عارفه انه حضرتك ليك يعني دور كبير جدا في حياه نادين وفي حياه محمد واحمد، اكيد طبعا يعني كريم واحمد، كريم واحمد وكريم واحمد. الدور بيبقى خلال توجيهات معينه بس في بعض الاشياء، لكن الام هي اللي بتشيل طبعا الحمل كله، وهي لكن الاب بيوجه بس
للصالح العام بالنسبه للاولاد، لكن الام هي اللي بتشيل طبعا المسؤوليه في الدراسه وفي اللعب وفي البيت وخارج البيت وكده. فطبعا هم بيقعوا عليهم يعني الحمل الاكبر. لا اكيد كمان حضرتك، ويمكن كابتن ايمان كان بيتكلم قد ايه كان دور كمان الام اكيد دور كبير انها كمان تقنع حضرتك بسفر نادين، وكان حضرتك عندك اكيد كاي اب خايف على بنته انها بتسافر بلد بعيده جدا، لكن دور الام بقى هنا. ودايما بنحس حتى حاجات كتيره جدا لما تكون البنت او الولد عايز حاجه من الاب بيروح للام على طول، يعني دايما بيصدر الام في المناطق ديت. الموضوع ده لان انا كنت رافض طبعا ان البنت تسافر لوحديها في امريكا وكده، برغم يعني معظم اصحابي هناك كده، بس انا كنت رافض. عاليه لعبت دور جامد برضه في الموضوع ده في اقناعك. زن هي زن من بره وزن من جوه، فقلت جرب خلاص. لان عاليه طبعا انا هي الاستشاره الفنيه بتاعتي حاجات بعد الدخول، وطبعا المدام هي كرياضيه في مجال البنات اكثر درايه مني، فكانت عندها يعني عايزه تحقق للبنت الحلم ده، وهي كانت عايزه تدرس وتلعب، فربنا الحمد لله وفقها وفعلا شرفتنا ورجعت بيتها تاني النادي ورجعت النادي الاهلي تاني، وربنا وفقهم يعني وان شاء الله برضه في خلال يعني 15 ايام ان شاء الله برضه هيرجع للتدريبات وان شاء الله يعني الامور تمشي كويسه باذن الله. ان شاء الله. كابتن ايمان تحب تقول حاجه للكابتن الكبير؟ لا نقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليهم وللعيله الكبيره بتاعتهم. تعالي عايزه تقولي ايه لكابتن محمد؟ كابتن محمد دربك صح؟ ولا ما بيمرن ولاد؟ بيمرن ولاد بس ممكن اكون وانا صغيره عديت عليه يعني، لان انا كنت على طول في الملعب اي حد بيتمرن بدخل معاه، فيعني ممكن. بس هو كريم، ممكن محمد يعني من وانا صغيره كريم. كبرت يعني كبرت على ايدي كريم اللي في الصوره. كريم كان في الصوره موجود الصوره اللي فاتت كان كريم موجود. احنا بنشكرك جدا جدا كابتن محمد، وسعداء بمداخله حضرتك، ودايما بتنورنا هنا. نعم ده بيتنا. نعم دايما بتنورنا هنا طبعا تعليقا على الاحداث يعني. باذن الله عندي تحليل مباراه ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفق فريقنا ان شاء الله يا رب. المباراه بكره يا كابتن صح؟ مع النادي الاهلي مع الجيش طبعا باذن الله، وفي تغطيه هنا على الهواء مباشره في قناه النادي الاهلي، واحنا بسببكم عندنا الهواء الساعه 11 مش 10. توفيق للنادي الاهلي. برضه المره اللي فاتت اتاخرناك. لا وفي كله في حبك في النادي الاهلي يا كابتن سلام. ان شاء الله كابتن نكسب ان شاء الله ما نطلعش خالص. ربنا يزيدك ان شاء الله. تسلم بحضرتك بالف خير. وكابتن هاني كتر خيرك يا كابتن. كره القدم يعني في مصر ربنا يخليك يا كابتن. شرف اي مكان. شرف لينا يا كابتن، شرف لينا. شكرا لك يا كابتن سلعابي، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل. في فاصل؟ طيب اوكي. في فاصل. اتفضلي. مكملين. عندي سؤال مهم جدا بس بعد الفاصل. تسألوا بعد الفاصل في البيت الكبير؟ طب بششنا. رجعنا مع حضراتكم في البيت الكبير وبنحتفل بالام المصريه، وعندنا اثنين نماذج من الامهات المصريات اللي كانوا بطلات واولادهم كمان دلوقتي بطلات في النادي الاهلي، كابتن عليا وكابتن ايمان. بنرحب بيكم مره ثانيه في البيت الكبير. سؤال اللي كان قبل الفاصل، اختلاف عقليه الاسر المصريه بشكل كبير جدا، وعايز اعرف من حضراتكم ان كان الاسر المصريه زمان شويه كان موضوع عامه الرياضه بيبقى بالنسبه لهم حاجه مش اساسيه، دلوقتي كل ام وكل اب كلام خاصة كرة القدم، لكن دلوقتي توسع كمان المجال على مستوى الرياضة كلها، بيتمنى ان ابنه يكون رياضي في ويكون بطل في اي لعبة. الكابتن ايمان شايفة ده ازاي، وايه السبب في التغير دوت، التغير الجذري في فكر حتى الاسر المصرية بالنسبة لاولادهم يعني؟ اعتقد السوشيال ميديا والاعلام ليهم تأثير في الحاجات دي، لان يعني انا مثلا ايامي كان طبعا لو اتصبت عليكي بايه اقعدي يعني. طب اسر حضرتك كان يعني بتعارض يعني؟ انا الوحيده اللي كنت بلعب في وسط اخواتي لان احنا كنا الاول بره مصر وما كانش في رياضه، فلما جيت انا اللي كان قدام مني الفرصه اللي العب. كانوا سبورتد ليا ولا انا العب، بس الحمد لله انا برضو كنت متفوقه يعني وكده وفنون جميله فاللي هو لا يعني لما جت لي اصابه مثلا في ركبتي بمثل باحمد يعني انت بنت اقعدي ومش هينفع وبتاع لا بقيت بالاقناع اللي انا لو قعدت
انا ممكن وانا نازله من السرير رجلي تتلوي يعني، او يصلي اصابه او كده، مش شرط ان هو من رياضه. والاصرار بقى الواحد ان هو يكمل، وبرده منتخب والنادي والكلام ده كله، فالحمد لله كانوا سبورتد ليا، وهم كانوا شايلين كريم لان انا متجوزه وانا لسه بدرس وبلعب، وكان معايا كريم، كانت والدتي طبعا بتساعدني كتير في الموضوع ده، وعلى طول معاها في السفر يعني، هي اللي بتشيل دايما الام هي اللي بتشيل بصراحه يعني. لولاها طبعا ما كنتش هقدر اكمل لغايه ما جبت احمد يعني، قعدت العب 7 سنين فرق بين الاثنين، جبت احمد وبقى الاثنين، فبقى الموضوع اصعب بقى شويه طبعا ان الواحد يتحرك. دي صوره لحضرتك طبعا وانت بتمارسي لا ده هنا احنا في 3 على 3 لا كنا بنلعب ستيل بنلعب هنا كل فتره كده، بنتجمع المجموعه دي، كابتن نيفين اعتقد برضو في الصوره. بس ما سبتيش اللعب برضو كابتن ايمن، بتلعبي يعني؟ لعب وتدريب، بتلعبي مرنت برضو فتره في النادي وفي انديه ثانيه، وكنت برضو مرنت في كاس العالم 3 على 3 يعني، الحمد لله يعني في المجال برضو. ده كريم، واحمد كان هو بيتكرم للدكتوراه، واحمد مين احمد من كريم على اكيد احمد الطويل الطويل اكيد احمد جالنا هنا بس وشكلك اختهم على فكره يعني بجد والله شكلك اختهم فعلا. انا الحمد لله قريبه منهم الثلاثه يعني، انا اختهم فعلا في البيت يعني، بنتعامل اللي احنا صحاب قبل ما يكون ماما يعني، بنتعامل برضو اللي احنا لازم حد قريب قريبه منهم يعني. طبعا كل حاجة بيحكوها لي، كل حاجة معاهم، بنتفق على حاجة من ورا بابا. لا دلوقتي كانوا بيسلطوني، انا دلوقتي بسلط نديم بقى، هي الموجودة. دور كمان علي. جوزك يا علي برضه دور مهم، مش بس الأسرة. طبعا طبعا. هو مع ان هو مسافر معظم الوقت لان هو بيلعب هاندبول بره، بس هو معانا على طول يعني. هو معايا بيسابورت كل الوقت، سواء في صالح او في ليلى، وهو دلوقتي موجود في اجازه فشايل عني بصراحه كتير. موجود دلوقتي في مصر؟ كويس. طب قولي الو برضه تاني، عندي امتحانات. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام كابتن محمد. ازيك يا كوتش، الله يحفظك. اخبارك ايه يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله بخير؟ الحمد لله رب العالمين. معانا طبعا علياء، وما شاء الله يعني كان بتقول انك سبورت في جميع الاحوال، وانت بالرغم انك محترف في كرة اليد لكن سبورت ليها وسبورت طبعا للأسرة بشكل كبير جدا. تقول لي علياء كمان في عيد الأم النهارده. هقول لها ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك، لان هي بجد والله من الكلام يعني سوبر ماما. سوبر ماما حبيبتي، بتذاكر وكوتش وخلي بالها يعني، وطبعا ليلى وصالح اهو كان بيسلم عليها. بسهولي يا كابتن محمد، بسهولي نجيبه المره الجايه. حاضر. قول لي يا كابتن محمد، حضرتك محترف بره زي ما علياء بتقول، فين محترف؟ انا محترف نادي السد، كنت بلعب في نادي السد. السد القطري. فدلوقتي يعني جت الفتره بتاعت الامتحانات وكده، حسيت ان لازم محتاج ان انا تكون موجود هنا. بالظبط. فحتى هو السيزون دلوقتي شغال، بس انا يعني اضطريت ان انا اقول لهم معلش انا مضطر لازم اكون جنبهم دلوقتي. الحمد لله على السلامة يا كابتن. الله يسلمك. عشان كده المسؤولية اللي على علياء في عدم وجودك هي أكيد أكبر يعني. طبعا. بيبقى الموضوع ما بين مذاكرة وتربية صح، وبيبي لسه ربيع، مش متقسم على اثنين كبير. كابتن كنت لسه بتكلم وما سمعتش رأي علياء في موضوع تفكير الأسر المصرية بالنسبة لمفهوم الرياضة. وزمان يمكن على أيام أنا كمان لما كنت بلعب كورة كان يمكن والدتي بالأخص، لا يا ابني تلعب كورة إيه، ده خليك في مذاكرتك. هذا المفهوم اتغير بشكل كبير جدا تفتكر؟ وهاخد رأيك وبعدين نسمع علياء كمان رأيها إيه في الجزئية ديت، إن الطموحات الأهالي والأسر المصرية وخاصة الأم كمان كان يبقى نفسهم ولادهم كمان يشوفوهم ابطال، وخاصه ان هم كمان رياضيين يعني مارسوا رياضه بشكل احترافي. بالظبط بالظبط. الموضوع كان زمان يعني، انا هتكلم مثلا عن والدي ووالدتي يعني، كان كل همهم في الموضوع ان هم يخلونا احنا في رياضه، بحيث ان احنا نبقى ما نبقاش واقفين في الشارع طول الوقت. بالظبط. ما نقعدش على
رفض كده، ما نخشش في سكه مظبوطه، الحاجات اللي المشتتات بتاعت اي شباب صغير. صحيح صحيح. الحياه صحيح. كان الموضوع بالفطره، بفطره يعني، ان كان والدي ووالدتي ما لعبوش رياضه، بس هو الموضوع كان كفطره ليهم يعني، كانوا هم بيتصرفوا بالفطره. يعني الرياضه تبعدك عن اي حاجه غلط يعني. بالظبط 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 بالظبط. فاحنا بالنسبه لنا احنا عايزين نحطهم في الرياضه كحاجه هم بيحبوها، حتى لو ما، لكن هي رياضه فعلا بتغير سلوك البني ادم، بتغير التخطيط. يعني مش مقارنه ما بين الناس دلوقتي بتلعب رياضه وناس ما بتلعبش، او ناس في سني او في نفس الجيل بتاعي مثلا او في الجيل بتاع، بس الموضوع بيبقى مختلف في الشخصيه، في طريقه التفكير، في كل حاجه تقريبا. الرياضه ليها عامل كبير في بناء شخصيه اي بني ادم. ناوي ان شاء الله كمان انه على مستوى ابنك يكمل في نفس اللعبه يا كابتن، وكمان يعني عايزه اعرف من وجهه نظرك انت يعني شايف مستقبل لعبه كره السله في مصر ازاي؟ يمكن احنا شاركنا في البطوله العربيه وعلياء في الجهاز المعاون طبعا لمنتخب مصر السيدات السله، احنا بقى فين كمان من افريقيا؟ هو ممكن تسالي هاندبول اكتر. هاندبول اكتر زحمة. لو اكيد ما هو عايز يعني هو عنده فكره عن الباسكت ساعات اكتر مني يعني، هو بيكلمني في الان بي اي في امريكا مين لعب ومين راح فين اكتر مني، فهو لا يعني ممكن يجاوب على السؤال. والله هو الموضوع مش بعيد، بس هو الموضوع محتاج بالنسبه للبنات محتاج احترافيه شويه في التفكيك. ان يعني البنات دلوقتي ما شاء الله بالنسبه لمنتخب السيدات في كتير منهم اعرف ان هم كانوا واخدين سكولرشيب وطلعوا واحترفوا بره وشافوا شكل الاحتراف ازاي، شافوا التعامل بيبقى ازاي، واتيتيود الناس المحترفه والناس اللي بتتمرن هناك بيبقى التمرين شكله ايه. فالموضوع ده لازم يبقى معد للناس اللي واخدين الرياضه كهوايه، حتى لو هم وصلوا لمستوى احتراف وهم مش واخدين بالهم ان هم صحيح. كابتن صحيح، لازم يبقى معدي شويه ان هم لازم التفكير الشخصيه تتغير، ان لا احنا لازم نعمل احنا كويسين. هم مش مصدقين ان هم كويسين ويقدروا يعملوا. طب مش مصدقين يا كابتن وقادرين دوت، ممكن اخدك لجزئيه اخيره. طبعا منتخب كره اليد في كاس العالم السابقه اللي هنا كانت في مصر وكنا قاب قوسين او ادنى بالفوز على الدنمارك، هل النقطة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي اللي هي كانت ناقصانا ان احنا نصدق ان احنا قادرين، لان احنا عملنا مباراة اكتر من رائعة امام الدنمارك ويمكن خسرناها في وقت، يمكن الوقت دوت ينطبق على الجملة اللي بتقولها حضرتك ان احنا قادرين، فقدنا الايمان بنفسنا في جزء من الثانية يا كابتن، ولا شفت الموضوع ازاي؟ انا شفته ان الولاد عملوا اقصى حاجة ممكن تتعمل. جزئيات فنية اختلفنا واتفقنا فيها ممكن بيكون بتفرق من فرقة. صحيح. بس زي ما قلت لحضرتك احنا كنا بنلعب بطل عالم طبعا الاولمبي. صحيح. وبعدين كسبوا بشق الانفس يا كابتن، يعني تعملت كل حاجه لحد ما رحت للرميات الجزائيه. انا بتكلم يا كابتن احنا عملنا مباراه رائعه، لكن انا دايما بتكلم على الواحد في المية الاخيره، ان احنا ممكن دي تكون ايمان بنفسنا اكتر، ايمان ان احنا قادرين اكتر، لكن على مستوى الرائع احنا لعبنا بطل العالم، افضل فرقه على مستوى العالم، عملنا مباراه كبيره، لكن دايما الواحد بيبص يا لو الواحد في المية او الاثنين في المية الايمان بالنفس والثقه بالنفس وانت قادر انك حتى تتفوق يمكن على افضل يعني فرقه في العالم، هي دي اللي كانت ناقصانا شويه. هي دي اللي كانت ناقصه. بص انا هقول لحضرتك على حاجه، انا احنا عامه لما ننزل بنلاعب فريق جامد او بنتفرج عليهم حتى في التلفزيون او بنتفرج عليهم في دوريات اوروبا، احنا بننزل نلعب بنجيب اقصى حاجه عندنا. صحيح. بس في حته بتبقى ان احنا مش مصدقين ان احنا ماشيين معاهم جوه بالظبط ان احنا كسبانين. بالظبط. لا احنا هم بني ادمين واحنا بني ادمين، احنا بنلعب ودينا واحنا بنلعب، احنا بالعكس احنا عندنا حته روح مش عندهم. بالظبط بالظبط. احنا عندنا قلب وروح بنلعب بيهم ساعات ما بتجيبوش عند فرق اوروبيه كتير. ده حقيقي. عندنا نخوه مش موجوده. صح. عند فرق اوروبيه. وبتبان حتى في المباريات الحاسمه. ده حقيقي. كوره بقى طايره يعني بتبان قوي قوي. وفيتا كلوب يشهد. الحته بتاعت مصر دي اعلى من دي. اي من اعلى دي حقيقه اي بلد. يعني انا لفيت وسافرت وشفت دي بجد الحته بتاعت العالم ومشيت
الحته دي هنا في مصر غير اي حته في الدنيا، بس احنا محتاجين ان احنا نثبت ان احنا نكسب. صح. ونكسب نقدر نكسب وليه هم احسن مننا وليه هم. صح. لازم نصدق نفسنا يا كابتن، نصدق نفسنا. بالظبط. اخيرا بقى. صحيح. وسؤال تجاوب عليه انت وعليا، لو صالح كده بعد كام سنه يجي قال لك اختار لي يا بابا انت لعبه انت وماما، هتختار له هاند بول ولا الباسكت ولا كره القدم ولا اي؟ أنا من يوم ما اتولد انا عايز يلعب باسكت، وانا عايز يلعب، وهو من يوم ما اتولد عالي عايز اتلعبه هاند بول وانا عايزه يلعب كوره انا كمان بقى عايزه يلعب كوره خلاص يعني. لا هو مشكله فعلا لا طبعا هو عامه الرياضه زي ما انت قلت الرياضه شيء رائع، ولما بيكون البيت والاسره رياضيه اكيد ان شاء الله صالح هو هيختار اللعبه اللي يحبها اولا واخيرا يعني، وان شاء الله تكون الكوره. بس يعني خلينا نتكلم يعني، بنقول لك حمد لله على السلامه يا كابتن، وبنقول لك كل سنه وانت طيب، لان دوت كمان عيد ليك، واكيد انت سعيد جدا بعاليه بالدور الرائع اللي بتقوم بيه كام وكمان اكزامبل وواجهه مشرفه لاولادها، فبنقول لك حمد لله على السلامه وكل سنه وحضرتك طيب وحضرتك بالصحه والسلامه، هي واجهه مشرفه ليا انا شخصيا. نشكرك. هي قولي حاجه يا راجل عمال يقول هو كل سنه وهو طيب والله، وهو عارف يعني كل حاجه انه بجد هو كل ده ما كانش هيحصل من غيره يعني، من غير طبعا ربنا يخليك لبعض. ربنا يخليك يا رب يا رب. شكرا. بنشكرك جدا يا كابتن محمد، بنشكرك شكرا جزيلا. ايه رايك يا كابتن؟ احنا بنتكلم كابتن ايمان عن انه الباسكت النهارده يعني لعبه اتطورت عالميا. شايفاها فين في مصر؟ شايفاها فين وسط دول العالم؟ لا مصر الحمد لله ماشية بخطة كويسة، بس احنا ناقصنا يعني الدعم شوية والترتيب من بدري للبطولات. ما تبقاش المعسكر قبلها بأسبوعين في بطولة قبلها يلا نتجمع دلوقتي، ما ينفعش يعني. بره بيتعمل بلان طويل مدى للبطولات اللي زي دي، ما تبقاش التجميع قريبه، لا او حتى لو هم بيلعبوا مع انديتهم او كده بنبقى برضو لازم يكونوا كل زي ما بيحصل دلوقتي، بداوا اللي هم كل فتره اي توقف لازم المنتخب يتجمع بحيث يفضل دايما في هارموني بين الفرقه ويبقى في مباريات وديه واعداد كويس للفريق عشان يقدروا يوصلوا للمستوى العالمي اللي موجود برده. ده كمان صعب دلوقتي اكتر بسبب ظروف الكورونا، بس احنا ممكن نستفاد منها يعني ان احنا ممكن نلعب مع فرق هنا، مش لازم نلعب بنات مع بنات، لا ممكن نلعب مش شرط نلعب مع دوليين الولاد بره. احنا كنا بنعمل كده هنا زمان كان عادي جدا منتخب 16 منتخب الدرجه الاولى بنلعب 16 ولاد. ده بالعكس ممكن حتى على الافاده يعني الفنيه واللياقه البدنيه تفيد البنات اكتر بقوه، لان ده اللي بنقابله بره في الفرق الاوروبيه او الافريقيه حتى اللي هم بالقوه البدنيه والسرعه فمش عيب ان البنت تلعب مباريات ضد الاولاد وكده، كنا كتير بنعملها في المنتخبات كده، بس دلوقتي لا بقت بيتبص لها انه لا بس مش يعني دي نقطه مهمه برضو اللي نقدر نتغلب بيها على ظروف الكورونا اللي موجوده حاليا دلوقتي. كابتن عليا في نفس السؤال وهسال حضرتك، هل على طبعا واحنا بنتكلم على مجال الرياضه عامه ينقصنا التخطيط اللونج بلان تيرم واحنا نشتغل بخطه طويله الاجل، بالنسبه للباسكت بول هل كمان نفتقد الحته اللي لسه كنت بتكلم فيها مع كابتن محمد، عمليه الثقه في النفس وان احنا ان احنا ان شاء الله نوصل لمرتبه حتى قريبين من المستوى الاوروبي، ان احنا نصدق نفسنا ان احنا نصدق ان احنا قادرين ان احنا نوصل لليفل معين، دي جزئيه. وهل مصر قادره ان تطلع نجوم على مستوى عالمي يحترفوا في الدوري الاوروبي او الدوري الامريكي بشكل خاص؟ بالظبط. احنا من موضوع ان احنا نصدق ده فعلا نصدق، واحنا دلوقتي بقالنا فتره في يعني الكيرف بتاعنا طالع كويس جدا، سواء احنا عندنا دلوقتي منتخبات فتره الكورونا دي حاجه تحسب لاتحاد الباسكت ان احنا كان عندنا 6 منتخبات متجمعه في نفس الوقت، يعني 16 بنات وولاد 18 بنات وولاد درجه اولى بنات وولاد متجمعين وبنشارك وبننظم هنا، وفريق 18 بنات بقياده كابتن شريف عزمي كسبوا بطوله افريقيا هنا في مصر، والولاد يعني برضو كانوا عاملين شغل كويس جدا بس ما حالفهمش الحظ. دلوقتي متجمع منتخب 16 بنات
احنا الدرجه الاولى بنتجمع باستمرار لغايه لما البطوله كانت فترات بقى تمرين معسكرات صغيره تمرين تدريبات بيحصل معسكرات لو برضو عشان موضوع كورونا بنجمعوا اسكندريه بالكوتشز بتوع اسكندريه القاهره بكده وكابتن ايهاب بيكون ما بين الاثنين كل اسبوع كل ويكند بنتجمع النتائج اتحسنت يعني احنا في افريقيا بالنسبه لنا افريقيا صعبه جدا للبنات طبعا. لان هم احنا مهاريا احسن بصراحه بس هم جسمانيا بدنيا طبعا بالظبط هم بدنيا جامدين جدا جدا يعني احنا زي يعني كبائل افارقه يعني بالظبط فالاول كنا زمان شويه كنا بعيد بس ليتلي بقينا لا موجودين واخر افريقيا كسبنا انجولا انجولا ده بطل انجولا احسن من احسن فرق افريقيا بالظبط بدانا نعافر مع الناس دي شويه فلا يعني الكيرف طالع في كل على المستوى الافريقي حتى تحديدا بالظبط ان شاء الله حتى عرب الموضوع الحمد لله يعني انتوا خدتوا لسه البطوله العربيه مش واخدينها على مستوى المنتخب بالظبط بالنسبه ان احنا ممكن نطلع ناس تحترف هو احنا ممكن نطلع ناس كتير جدا عندنا امثله في مصر عندنا نادين تحترف بسهوله سرايا تحترف بسهوله هاجر عامر اسرار عندنا مي حلوه موجوده عندنا لا احنا ممكن نطلع ناس كتير نطلع يعني مصر بقى فينا عندنا ناس تلعب بره ليه ما بنطلعش يعني بتقولي اسماء وكلهم اسماء هي دلوقتي علشان غير ظروف الكورونا يعني انا بتكلم غير ظروف هل في يعني في بعض الحواجز للانديه هل الاسره بتقف في موضوع الاحتراف يعني ايه اللي بيمنع اللاعيبه انها تحترف في اوروبا هو شويه بيبقى انا حاسه ان هو لو الموضوع بس حد بدا مع حد واحد هي بس الاولانيه طالعه الاولانيه بعد كده هتجر بقيه الناس لان احنا عندنا حد سرايا بتالي جالها بس ممكن عشان شغله والنادي الاهلي برضو قعدت في النادي الاهلي كانت لسه جايه من الصيد للاهلي ف ومع احترامي لبقيه الانديه بس هو اللعب في النادي الاهلي يعتبر احتراف يعني طبعا يعني لو حد قارن ما بين انا اسافر بره ولا اجي لو جاله عرض في النادي الاهلي لا هو هيفضل انه يبقى في النادي الاهلي منظومه احترافيه وكيان كبير وبطولات وبلعب افريقيا وبلعب عرب وبتشاف في المنتخب فممكن حد يكون فضل كده شويه احنا معانا كريم على التليفون ابن طبعا كابتن ايمان وهو مش بيلعب اللعبه هو حكم لعب اللعبه بس دلوقتي حكم صح في نفس اللعبه يا مدام ايمان في نفس اللعبه وكان لاعب سابقه طبعا في النادي الاهلي معانا كريم دلوقتي على التليفون ازيك يا كابتن اهلا وسهلا هو دكتور كريم انا مش كابتن انت اللي انت الكابتن وانا قاعده مع الكباتن ومعايا على التليفون كابتن انا مش كابتن يا كريم اهلا وسهلا مساء الخير عليك كريم ازيك عليا ايه كريم حبيبي عامل ايه الحمد لله الحمد لله الكل ايوه حبيبي وانت طيب يا كريم ماما بتتكلم عليك يا كريم ويعني احنا عارفين انك دكتور في الاكاديميه البحريه لكن حسيت كده من لهجه صوتها انها يعني كان نفسها وانت كمان كان نفسك تكمل لان الاصابه يمكن عطلتك شويه لكن يعني كملت بشكل اكتر من رائع على مستوى التدريب وعلى مستوى الدراسه لكن كان نفسك تكمل وكان نفسك تقطع المشوار للاخر يا كريم طبعا الواحد اول ما ابتدى كان نفسه اللي هو يعني انا عشت مع بابا وماما وهم بيلعبوا يعني انا حضرت بابا وهو بيلعب في المنتخب يعني بابا مبطل وانا عندي 4 سنين فكنت برضو واعي يعني واعي طبعا وماما كان عندي 7 سنين او 8 سنين فانا حضرتهم في الملاعب يعني فطبعا كان نفسي ان انا اقدر يعني اكمل المسيره بس يعني الحمد لله الاصابه اخذتني وبعديها يعني الحمد لله ربنا كرم حاجه ثانيه وكله بصراحه يعني والله مش عشان ماما معاكوا على الهوا بس فعلا كانت تقعد تقول لي اهم حاجه دراستك اهم حاجه شهادتك هي اللي كانت حادث كبير ليا اللي انت لازم تتفوق في الحاجه اللي انت فيها فهو ده بصراحه اللي شجعني والحمد لله يعني ربنا كرمني باللي انا فيه دلوقتي كله يعني الدعوات طبعا وده اللي وصلك ان انت تبقى دكتور كمان يا كريم مش بس يعني مخلص ومعاك شهاده وخلاص يعني انت كمان على مستوى اللعب على مستوى التحكيم فانت برضو يعني لا محكم لافت للنظر كمان في اللعبه الحمد لله والله يعني برضو انا الواحد ما يقدرش يبلع ما تقدرش ما اقدرش كوميتمنت التدريب صعب عليا عشان ظروف شغلي فالحاجه الوحيده اللي كنت اقدر بيها افضل في المجال هي التحكيم
كابتن إيمان عايزة تقولي حاجة لكريم؟ عايزة كده؟ أنا كريم بصراحة الحمد لله هو الكبير العائل بتاعنا وهو أكتر واحد كان سبورتد الموضوع، أخته بصراحة برضو معايا برا موضوع السفر؟ لأن هو برضو يعتبر يعني أخوك يعني 10 سنين بينهم، فهو يعني الأب الأخ الكبير واللي هو كان بيعمل كل اتصالات مع بتوع الجامعة وكل حاجة سبورتد، يعني هما بصراحة هو وأحمد الاثنين نادين يعني بنتهم اكتر ما تكون اختهم، يعني اللي هم يعني بالنسبه له نادين بالذات كريم يعني هي بنته يعني محدش يقدر يقرب بالظبط يعني واحمد هو حاسس بالمسؤوليه عليهم هما الاثنين على اساس في فرق سن بينهم كبير بين احمد وكريم 7 سنين وبين نادين 10 سنين، فهو حاسس دايما ان هو المسؤول يعني المسؤول عنهم، فهو دايما بيحاول يوجه يسبورتد لحاجات معينه في اللعب وفي الدراسه، وكان بيساعد كتير معايا في النقطه دي بصراحه يعني، فبشكره برضو على دور اللي عامله مع اخواته حبيبتي. لا كريم دور مهم جدا انك كمان تقوم يعني انت كمان انت عندك احساس انها كان لما تطلع هتعمل حاجه كويسه، فانت سبورت ليها واقنعت كمان الوالد بشكل كبير جدا. يعني احساسك انك بتعمل يعني بتقدم نجمه او بتعمل مشروع بطل، وخلينا نتكلم ان يعني اكيد المتواجد في النادي الاهلي بيكون بطل ومشروع بطل، لكن كمان الخبرات الاوروبيه الخبرات على مستوى الباسكت بول حتى في امريكا دي بترجع يعني بترجع بخبرات كتيره جدا، ورجعت النادي الاهلي بخبرات كبيره جدا. كنت شايف دوت فيها قبل ما تسافر ولا قلت هنروح ونجرب ونشوف؟ لا بالعكس، انا نادين انا عارف ان هي من خبرها شخص طموح جدا، ولما بتحط في دماغها حاجه خلاص هي بتبقى عايزه توصلها توصلها مهما كان في الصعوبات. يعني نادين كانت بتدرس في ثانويه عامه وفي نفس الوقت بتذاكر لوحدها عشان تخش امتحانات الدي مات والايلتس عشان في ريكوايرمنت بتدرس ايلتس جنب الجامعه عندها امريكا، اللي كان بتعمل الاثنين في نفس الوقت، الحمد لله جابت مجموع كويس في ثانويه عامه وفاز في الاكزام بتاعتها كلها الريكوايرمنت عشان خاطر تسافر. فيعني الحاجات دي كلها شجعتنا كلنا اكثر اللي احنا لازم نقول كانت على طول وهي هناك بقى، طب انا اختار ميجر ايه واختار ماينر، طب انهي معاكوا دايما ما تسيبكمش بس كريم. اللي كانت مش سايباها بصراحه ليل ونهار كابتن ايمان، كابتن ايمان بتقول لي انا عشان فرق التوقيت بالظبط بالظبط يعني دي الصحه ويخليني يا رب ربنا يخليها ليكم. بنشكرك يا كريم ويخليهم لينا ويهديهم. شكرا شكرا جزيلا ليك. كلمه اخيره بقى تحب توجهوها لكل ام مثلا عايزه بنتها مش شرط تلعب سله بس يعني شايفه في بنتها امل، عايزه في بنتها تحلم، تقول لها ايه كابتن علي؟ والله هو الموضوع كله زي ما احنا قاعدين نتكلم ان هو بيجي من الام. فهي الـ الام هي نفسها لازم تبقى ريدي للي هي بتعمله. يعني انا برضو مامتي فعلا فعلا من وانا صغيره في حاجات انا ما كنتش بحس بيها وقتها بس حسيت بيها جدا دلوقتي وبابريشيت وبشكرها جدا على عملته، لان هي بدات تلعبني سباحه. انا بقت سباحه مع كابتن سندس الله يرحمه، لعبتني سباحه بعد السباحه لعبت جمباز، بعد الجمباز كل ده كانت هي اللي بتاخدني، ما كنتش انا لسه الوقت ده ما كنتش انا لسه. بعد الجمباز لعبت العاب قوى مع كابتن ناديه شريف في النادي الاهلي الله يرحمها. كابتن ناديه دخلتني طب لعبي معانا العاب قوى، عملت ارقام، دخلت بطولات وعملت ارقام، كل ده مامتي. بعدين في الباسكت كان زمان ما فيش موضوع الفتنس مش 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 مشهور قوي، انا كنت من اول الناس اللي اخذتني عند دكتور علاء شاكر عشان برايفت كوتش. اوكي بالظبط، مش باسكت وما بقاش ما كانش في ساعتها برايفت باسكت زي دلوقتي، بس كان فتنس ان حد يتمرن فتنس ده ما كانش فيه، انا كنت يا دوبك انا بروح وكان دكتور علاء معايا بقى لعبت كوره كلهم بالظبط، وبنطلع جبل ياخدنا جبل خد كل اسماعيليه خدنا الرمل خدني جبل الرمل وكان لسه الجيم الاولاني خالص في وسط البلد، فكل ده مامتي عابدين بالظبط، فكل ده مامتي يعني مامتي. لا وبرده نفس القصه بتاعت ثانويه عامه، انا في معسكر ماما بتيجي تاخدني توديني الامتحان ترجعني التمرين فتنس
برضو نفس الكلام، وحصل قصة أمريكا وبابايا كان برضو مش قبل بقى نادين كمان بكام سنة، فكان الموضوع صعب أصعب. قوي مفيش انترنت، مش سهل قوي كده ان احنا نبقى على طول بنتكلم والكلام ده. فكانت هي ماما هي اللي فضلت تزقني في كل الحاجات دي يعني. فهي النقطة ان الام اللي عايزة بنتها تكون كده لازم هي تكون مستعدة انها هتتعب التعب ده، لان الموضوع مش سهل هين. خالص ابدا مش هين. غذاء، فيتامينز، مواعيد نوم، اجازات، ما كانش فيه اجازات يعني. انا طول عمر انا سافرت الاقصر واسوان السنة اللي فاتت اول مرة في حياتي، انا عمري ما رحتهم بجد. انا مع ان وعندنا بيت هناك وكل حاجة، بس ما عندناش اللوكجري بتاع ان احنا نتفسح او نصيف، ده مش موجود. من تمرين لتمرين لمذاكرة لامتحانات، خلاص امتحانات، شغال على نفسك، شغال على نفس طول الوقت في فترة اعداد، في معسكر منتخب. فالموضوع لازم يبدأ من الام ان هي تكون جاهزة ان هي تضحي بكل الحاجات دي علشان هي عايزة ولادها يبقوا كده. مدام ايمان، ما هو هضيف بس حاجة على عليا، لأن هو فعلا هي الأم لازم هي اللي هتضحي. ده أولا وأخيرا يعني. هتضحي بحاجات كتيرة قوي، ممكن بشغل، ممكن بوقت، بخروجات، بسهر، بكل حاجة. ساعات الأم بتضحي كمان بصحتها، بصحتها عشان توفر لهم الوقت ان هم يرتاحوا فيه، او ياكلوا اكل كويس، او يناموا كويس، او توصل في ميعاد مناسب للتمارين. لان طبعا لو الام مثلا عندها شغلها بتخلص الساعه 5 مستحيل هتلحق اي تمرين السباحه ولا تمرين باسكت ولا في ظروف الزحمه اللي موجوده دلوقتي يعني. فهي لازم هتبقى تضحيه هي يعني، او ومحتاجه تنظيم وقت بصراحه ليهم وكده، وتوفر لهم كل السبل الراحه دي عشان تقدر يوصلوا للمراحل اللي هم لو هي عايزه تعمل بطل يعني، او في دماغها ان هي يبقى بطل. لكن ممارسه الرياضه وبس اللي هو يوم الجمعه نروح النادي مش هتبقى، او وقت التمرين وبس مش هينفع يعني. انا برضو بضيف لعليا يعني، احنا كنا كلنا كده يعني. انا دكتور علاء برضو انا مراني انا شخصيا يعني، كابتن علاء شاكر يعني. انا فاكره ولدت كريم 40 يوم كنت في الملعب، انا كنت لسه بلعب ساعتها، فاللي هو يعني بيقتل الواحد اللي هو نزلت الملعب والكابتن يقول لي ايه ده، هو انت هو انت كنت يعني كابتن ممدوح شكري ساعتها في النادي طبعاً. فاللي هو يعني بصراحه دوره معانا معايا ومع باباهم، ويعني بصراحه هو استاذ بصراحه، عمل ابطال كتير في مجال الكوره ومجال كل الالعاب، وهو اللي ستيل دلوقتي مع ولادنا يعني كانه ولاده بالظبط، بيعاملهم في الجيم بصراحه، وجو اسري على طول، ونعمل يوم الخميس اكل مع بعضينا. ومهم جدا ان زي ما بتقول الكابتن عليا، ان ساعات الاولاد او البنات يعني ما بيحسوش بقيمه الام او باللي بتعمله غير في مرحله معينه. اكيد اكيد حضرتك كمان براود ان انت كمان كأم، رغم التعب الكبير والمشوار الطويل كل ده بيتنسي في لحظه تتويج، في لحظه نجاح. فكل ده اكيد بطولة، اكيد بتحقيق انجاز كل التعب ده بيتنسي بصراحه، كان هو الواحد اللي حقق النجاح ده بالظبط، لان هم يعني كان انا شايلاهم دلوقتي او واقفه بيهم بقول لهم يعني انا فخوره بيكم برضو والحمد لله اللي انتوا شرفتوني في اللحظه دي، وحققت اللي انا كنت عايزاه ومستنيه منكم اكتر كمان تحققوا حلمكم مع نفسكم ومع اولادكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله زي ما هم شرفوك انتوا كمان شرفتونا الحقيقه جدا جدا بجد. شرفتونا بجد، كل سنه وانتم طيبين ودايما عند حسن الظن مش باولادكم بس، كمان بجماهير النادي الاهلي، لانه انتوا صناع ابطال ان شاء الله باذن الله. يعني نشوفكم السنه الجايه ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ابريشيت جدا، واحنا فخورين انكم موجودين معانا في البيت الكبير. احنا اتشرفنا بحضرتك وبحضرتك جدا حبيبتي، انبسطنا جدا والله ان احنا اتكلمنا قد ايه النادي الاهلي هو برضو عملنا مع صحيح. مع مامتنا وبابانا، فاتشرفنا بيكم حبيبتي هي رايعه. كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي قوي، ميرسي قوي، وشرفتنا ونورتوا البيت الكبير النهارده. ميرسي جدا، متشرف ليكم لينا طبعا، وبنشكركم كلكم. كل سنه طيب وحضرتك طيب. ميرسي. بعد الفاصل مستمرين مع الكابتن احمد نخله، وحوار بقى كروي مهم جدا جدا، ومشوار الاهلي في الفتره القادمه في البيت الكبير. بنرحب بحضراتكم، ولسه البيت الكبير مستمر، وفقرتنا الأخيرة متعلقة بالحديث عن أكيد النادي الأهلي،
واكيد منتخب مصر والمنتخب الاولمبي هنا في البيت الكبير. النهارده مشرفنا الكابتن الكبير احمد نخله، زي ما قلت لحضراتكم واحد من نجوم النادي الاهلي اللي ليه صولات وجولات مع النادي، ويمكن النهارده اكتر لا صوت يعلو فوق صوت المباراتين القادمتين مع كينيا وجزر القمر. مشرفنا كابتن احمد في البيت الكبير. اهلا وسهلا بيكي يا سماح. اهلا وسهلا بيك كابتن هاني. كابتن احمد منورنا. خليك يا رب. عامل ايه؟ مبسوط الحمد لله رب كويس، سعيد جدا انا موجود معاكم، ويا رب دايما متالقين يا رب ان شاء الله. حبيبي يا ابو حميد، طبعا احنا بنستعد للمباراتين مهمين جدا، مباراه كينيا وجزر القمر، لكن نرجع ورا شويه ونتكلم على مباراه النادي الاهلي اللي كانت باعتقادي عنق زجاجه مهم جدا جدا في المشوار الافريقي. هرجع بيك بذاكره قبل المباراه شويه ونتكلم على المباراه وايجابياتها. شفت المباراه دي ازاي واهميتها واستعداد النادي الاهلي في الظروف الصعبه والضغوطات على خاصه على موسيماني في ما قبل المباراه، طبعا كنت شايفها ازاي وشفت المباراه نفسها ازاي يا كابتن احمد؟ والله طبعا كابتن هاني، من البدايه طبعا اول حاجه مبروك طبعا النادي الاهلي، الفوز طبعا فوز كبير جدا ومش مكسب بس، لا ده اداء كويس قوي قوي، اداء يشرف النادي الاهلي ويسعد جمهور النادي الاهلي. البدايه طبعا من الكابتن محمود الخطيب طبعا من خلال طبعا برنامج البيت الكبير طبعا انا بشكره طبعا على الدعم المعنوي الغير عادي للفرقه للعيبه وللجهاز الفني، لان هم قبل ما يسافروا السفره الاخيره بتاعه فيتا كلوب كان في شويه توتر كده، لكن الكابتن محمود اصر ان هو يجمع اللعيبه والجهاز الفني، والحمد لله رب الاجتماع دوت، يعني اقول عليه ان هو رب الاسره وفعلا، والاجتماع دوت كان معاه حتى اعتقد ان لجنه التطوير كانت موجوده معاه بيتمثل في الكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصر كانوا موجودين معاه. فاليوم ده كان مهم جدا جدا، وطبعا حضرتك عارف كابتن الخطيب طبعا ان اللعيبه كلها كانت موجوده والجهاز الفني. الاجتماع ده اثمر، يعني اثمر ان اللعيبه كان في تركيز عالي قوي قبل السفر، كان في تحضير كويس جدا جدا من الجهاز الفني للمباراه بشكل جيد، وده اللي نتج عنه الفوز اللي انا بقول عليه فوز سهل. انا بقول عليه فوز سهل طبعا، فوز سهل، لان المباراه اللي كانت في مصر الكابتنيه ما كانش فيه توفيق، يعني انا معاك كانت مباراه كويسه قوي، دخل فينا هدفين، لكن عدم التوفيق دوت شيء مهم جدا في الكوره، وحضرتك عارف طبعا يعني ما شاء الله كنت نجم كبير وعارف يعني ايه التوفيق مش معاك. فانا بقول الحمد لله رب، الحمد لله ان النادي الاهلي اتوفق بشكل كبير جدا حتى في التشكيل اللي كان موجود، ان انت كمان يعني في نقول عليها يعني حتى طريقه اللعب واسلوب اللعب، طريقه اللعب 4-4-2 طبعا كانت واضحه جدا جدا، وكان بيزيد قفشه من ناحيه اليمين واجايه بيزيد من ناحيه الشمال، كان عملوا الزياده العدديه بشكل كويس قوي قوي. التبديلات كمان بتاعه المباراه كانت بشكل ايجابي، والتر بولا لميزل كان مؤثر، صنع هدف لطاهر، وطاهر برده كان بديل ونزل الأخير. وكان مؤثر وجاب هدف. عايز اقول يعني ان المباراه الفوز في فوز حاجات كتير جدا، فوز الثقه، فوز ان الكلام الكابتن الخطيب قاله للعيبه، وانا يمكن عرفت جزء كبير من الحوار، النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي تاريخ كبير، جمهور النادي الاهلي ما يعني هو يعني المباراه كانت 2-2 في مصر لكن التوفيق مش موجود، لكن جمهور الاهلي النادي الاهلي ما بي يعني بيرضى بالبطولات بس، بيرضى بالاداء الجيد قبل المكسب. حضرتك عارف كابتن هاني ممكن فرق كتير بتكسب بس مفيش اداء، مفيش استمتاع، مفيش استحواذ الكوره، وحتى مثلا موسيماني فيه الحته دي ان هو بيبني من تحت ويحضر في نص الملعب وبينهي بشكل كويس قوي في الجانب الهجومي، فهو ده النادي الاهلي. وانا بقول يعني بصراحه يعني كان يعني اثر كبير جدا جدا الكابتن الخطيب، فرق كبير جدا القعده دي مع اللعيبه والجهاز، ان احنا شفنا الاداء الممتاز دوت على الروح الغير عاديه اللي رجعت الفرقه بشكل كويس قوي. وكان كابتن خطيب بمجمل كلامه برضو يا احمد انه روحه بشخصيه البطل وروحه بشخصيه النادي الاهلي، يعني بالزبط. ده كان مجمل الكلام او ما بين قوسين كده، ان كان فعلا شخصيه النادي الاهلي لو كانت غابت في مباراه سيمبا، انا مش هتكلم على مباراه فيتا كلوب هنا في القاهره، صح اتكلمنا عليها كتير جدا، لكن شخصيه النادي الاهلي غابت في مباراه سيمبا في تنزانيا، لكن كان هو ده الرساله الواضحه، واعتقد كانت الرساله واضحه للجهاز الفني وللعيبه، وكانوا على مستوى رائع من حيث شخصيه النادي الاهلي وشخصيه البطل اللي ظهرت من خلال اداء جيد على المستوى الفني على مستوى النتيجه، ودي يعني مش هنقول عوده الثقه لكن خلاص حطت النادي الاهلي على الطريق الطبيعي. مظبوط ان شاء الله اللي هو تصدر المجموعه يعني. ان شاء الله ان شاء الله حتى الماتشين اللي كانوا كابتن هاني هو فعلا باذن الله هيلعبوا على كده، هيلعبوا على صدر المجموعه ان شاء الله، يعني اعتقد 6 نقط باذن الله
يقدر النادي الاهلي بكل قوه وبكل سهوله ان هو يتخطاهم ان شاء الله باذن الله. الدعم الفن المعنوي والنفسي اللي انت ذكرته ده من اهم يمكن العوامل اللي لازم تكون مع اي فريق حتى على المستوى المنتخب، واحنا النهارده بنتكلم على مستوى منتخبين، المنتخب الوطني والمنتخب الاولمبي طبعا بقياده الكابتن شوقي غريب. طبعا قول لي كابتن احمد، شفت النهارده قراءتك السريعه قبل ما نتعمق، قراءتك السريعه لاختيارات كابتن حسام البدري وايضا كمان على مستوى الاسماء في المنتخب الاولمبي كابتن احمد نخله، تمام، ارى الاسماء مبدئيا ازاي؟ والله انا عايز اقول لحضرتك طبعا كابتن حسام البدري والجهاز المعاون اللي معاه، نعم، جهاز كويس جدا جدا على اعلى مستوى بصراحه. الرؤيه الفنيه لاختيار كابتن حسام البدري من خلال مباريات الدوري العام بشكل جيد، وانا اعرف متاكد 100% ان هم كل المباريات طبعا بيتابعوها وبيقيموا اللعيبه بشكل كويس جدا. فاعتقد ان اختياراتهم يعني اعتقد يعني صائبه الى حد كبير طبعا، لان جهاز ما شاء الله يعني مع كابتن حسام، مع احمد ايوب، مع سيد معوض، طبعا مدربين ممتازين وعندهم رؤيه فنيه وبيقدروا كابتن هاني يقعدوا مع بعض، وحضرتك اعتقد ان كابتن طارق مصطفى كمان، كابتن طارق مصطفى طبعا حبيبي طارق بيبقى فيه تفاهم، والتقييم ما بيجيش على مباراه واحده كابتن هاني، لا ده على حوالي الدور الاول بتاع الدوري المصري، واعتقد يعني ان شاء الله باذن الله الاسماء اللي موجوده قادرة إن شاء الله بإذن الله إن هي تمثل مصر وتشرف مصر ويكسبوا المجموعة اللي معانا. أعتقد إن إحنا أقوى بكتير يعني الحمد لله. طبيعي على مستوى الأسماء، لكن دايما أنت عارف يا كابتن إنه في أي قائمة بتطلع من خلال المنتخب على مر العصور، أيام حتى كابتن محمود الجاري كل واحد وليه رؤية، وكل واحد بيقول أصل ده اتظلم، أصل كان اللي دخل دوت ويخرج ده. إحنا كل دلوقتي في وقت مش هنتكلم في أسماء، إحنا كل الوقت دوت بنعمل سبورت للكابتن حسام البدري ده بيلعب يعني لازم نساعدهم بطولة مهمة. صح. ونخش في المباراة الأولى مباراة كينيا، أنت عارف برضو إحنا تعادلنا هنا مع كينيا هنا في القاهرة بظروف معينة، يعني كابتن حسام كان بيتكلم اللعيبة مش جاهزة بشكل كبير، لكن دلوقتي الظروف مختلفة شوية. مظبوط. بتتكلم على مستوى الدوري في نجوم ظهروا بشكل كويس، بتتكلم على مستوى المحترفين ما شاء الله. النهاردة يمكن صلاح وصل القاهرة النهاردة، هيعمل مسحة ويشارك بكرة في التدريبات بإذن الله قبل السفر، فكل الأمور أعتقد جاهزة لظهور أعتقد لمصر قوي أمام كينيا في كينيا، رغم المباراة كمان في أجواء مختلفة، لكن رؤيتك الفنيه للمباراه هتبقى عامله ازاي كابتن؟ طبعا يا كابتن هاني طبعا المباراه صعبه مش سهله زي ما حضرتك قلت. الحمد لله رب الحمد لله ان احنا بفضل الله عندنا مجموعه لعيبه على امكانيات عاليه جدا جدا. معانا نجوم محترفين طبعا بيصنعوا الفارق مع الفرقه، يعني بتكلم على محمد صلاح، بتكلم على تريزيجيه، بتكلم على محمد النني، اتكلم على مصطفى محمد الحمد لله رب برضه بادي بشكل كويس جدا جدا في الدوري التركي مع جلسه، يعني بصراحه بنتكلم على نص الملعب برضه في الحمد لله تقل عندنا في نص الملعب، عندنا السوليه وعندنا طارق حامد وعندنا في ناس كويسه، عندنا الجناحين برضه بشكل كويس، اعتقد في ناس برضه بقى لها فتره بعيده زي عمر جابر من بيراميدز موجود. في مجموعه لعيبه على مستوى عالي يا كابتن هاني، انا بقول لك ان شاء الله باذن الله احنا ماتش كده ده هنكسبه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله بإذن الله. لو اتكلمنا عن المباراة يمكن هم كينيا احنا كنا تعادلنا هنا تقريبا ومباراة جزر القمر كمان عندهم 8 نقاط، كينيا عندها 3 وتوجو نقطة، والماتشين اللي جايين يمكن هيحسموا التأهل بالنسبة للمنتخب. شايف منتخب مصر وفكرة يعني تصدره للمجموعة سهلة ولا صعبة؟ هي من صعبة. خلال النقاط من خلال النقاط هي صعبة، لكن احنا نقدر نسهلها على نفسنا. ازاي نسهلها؟ ان احنا يكون في تركيز عالي جدا جدا، يكون في تحضير كويس قوي للمباراة. انت لو كسبت الماتشين انت تصدرت مصر وجزر القمر 8. ما هو كابتن هاني هو ده الهدف يا كابتن، منتخب مصر يا كابتن الحمد لله رب يعني على مستوى الوطن العربي وافريقيا احنا لنا اسم كابتن هاني ولنا تقل، فامر طبيعي ان احنا نلعب على الفوز، امر طبيعي ان احنا نلعب على الفوز. وبعدين انت عندك كم اللعيبه النجوم دي يا كابتن هاني، لازم تلعب على الفوز يا كابتن يعني معلش. طب يعني من كم النجوم اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن احمد، خلينا نتكلم برضو برؤيه مختلفه شويه. بعض الناس بتتكلم هل كان ممكن الكابتن حسام البدري يستغنى عن استدعاء المحترفين في الفتره ديت واكتفي باللعيبه الموجوده
وخاصة ان احنا في موقف لا بأس به، احنا اول مجموعة مع جزر القمر 8 نقاط، كينيا 3 وتوجو 1. في رؤية او بعض الناس تقول لك، عشان كمان كان في بعض الناس بتقول لك لا اصل حجازي مش هيقدر عشان السفر، وصلاح مش هيقدر عشان مش هيسيب ليفربول، كذلك مصطفى محمد كان عنده مشكلة. هل كان من يعني الطبيعي كان ممكن كانت حسام البدري يقول لك لا خلاص انا هعتمد بشكل كبير على اللعيبه اللي عندي دلوقتي بجانب المحترفين واخلي المحترفين لفتره جايه، ولا انت شايف كان ضروري وجود المحترفين في الوقت ده مع الكابتن حسام البدري؟ والله كابتن هاني اخر كلامك اللي هو ده اللي انا باكد عليه، وجود المحترفين مهم جدا جداً. بيعمل تقل لمنتخب مصر يا كابتن، حتى لما يكون عندنا المحترفين دول وباجي بلاعب كينيا وموجود محمد صلاح وموجود تريزيجيه موجود النني موجود مصطفى محمد كابتن، ده تقل لينا، هم عارفين ان اللعيبه دي امكانياتها عاليه قوي. أيه. فبيعملوا لهم الف حساب. احنا كمان لعبه منتخب مصر لما يكون موجود صلاح في الملعب والنني والمجموعه التقال دول، بكلم عن المحترفين. اه طبعا لعيبتنا اللي موجوده المحترفين اللي داخلين يعني كويس. لا كويسين طبعا، برافو عليك. لكن دول يا كابتن هاني احنا كمان يعني كنقاد رياضيين وكمدربين وعندنا رؤيه فنيه، لا احنا كمان بنطمن ان احنا معانا منتخب مصر قوي، المحترفين بيزودونا يا كابتن تقل. اكيد تمام. بيعملوا اللود على المنافس يا كابتن، ان طبعا يعني مصطفى محمد ما شاء الله دلوقتي مسمع على مستوى اوروبا طبعا. أوكي. الحمد لله بشكل كويس. وخلاص الراجل بقى نجم شباك هناك وهداف، ومن نص فرصه بيجيب جوال، وده شيء طبعا الحمد لله يسعدنا كلنا. صلاح النني ماشي للفتره الاخيره كابتن هاني، انت متابع، عامل يعني مباريات كويسه جدا، بدا خلاص ياخد مباريات من بدايه، بدا كمان يعني يبقى له تقل النني، ان هو كمان بدا يحرز اهداف، يعمل زياده العاديه بشكل كويس الحمد لله رب. يعني اعتقد تريزيجيه احمد حجازي ماشي بشكل حجازي يا كابتن كويس جدا طبعا، وتريزيجيه طبعا عنده سرعات وعامل شغل كويس جدا. لا انا عاوز كل لعيبتي كابتن حسام البدري، انا عارف هو ذكي جدا في شغله، ان لا انا عاوز انا ممكن اكسب من غيرهم، لكن لما يكونوا موجودين لا انا اطمن قوي واطمن فرقتي ولاعيبتي ان انا هكسب، وبعمل زي ما حضرتك قلت ان بعمل ضغط على الفرقه الثانيه، عاملين حسابهم من قبل المباراه كابتن بالتحضير. هو طبعا ما شاء الله عداك عارف تقصد ان الاسم او بتكلم عن حتى اسماء المحترفين الدوليين. عندنا اسامي بس بتصنع الفارق، حتى لو ما لعبوش يعني طبعاً. حتى لو ما نزلوش الملعب، لا اسم محمد صلاح يصنع الفارق، النني، مصطفى محمد، لا يعني اسماء انت قصدك ان هي بتلعب عامل بعيدا حتى عن اللعب داخل في الملعب. طبعا محمد صلاح في كاس العالم كابتن هاني كان عنده مشكله في كتفه، محمد صلاح الاصابه بتاعت راموس لو تفتكرها، عضلته اول ماتش امام بالظبط كابتن، محمد ما كانش جاهز، لكن عمل ضغط على الفرق كلها، وطبعا منتخبات كبيره، بس عاملين حساب لمحمد صلاح، لا ده خلي بالكوا ده هداف، ده سريع، ده عنده سرعات، ده بينهي بشكل كويس. فطبعا لا محمد صلاح وجوده مهم جدا، مصطفى محمد وجوده مهم جدا، كل المحترفين لا وجودهم مهم جدا، بيعملوا ضغط على اي فرقه. طب نتكلم بعيدا عن المحترفين اللي بيقدموا بشكل اكتر من رائع، كلهم بصراحه يعني دون دخول في اسماء كلهم بيقدموا بشكل اكتر من رائع. نتكلم على اللعيبه المحترفين داخليا او داخل الدوري المصري، وانت بتقرا القائمه كده شفت اسم لفت نظرك قلت موجود، يعني ممكن يكون فيه شويه كلام عليه او علامه استفهام، او نتكلم مثلا واقول لك اسماء ولا تقول انت؟ لا اقول يا كابتن اسهلها لك يعني. لا بعض الناس بتتكلم مثلا اسلام عيسى يعني ما عندوش خبرات دوليه، بتتكلم مصطفى فتحي ماشي بشكل كويس، بس حسام حسن كان لازم يكون موجود اعتقد بشكل كبير. مظبوط يا كابتن. دخول كمان عنصر جديد لاول مره احمد ياسر ريان. ايه رايك في الثلاث او اربع اسماء اللي قلتهم؟ والله يا كابتن هاني يعني انا يعني شويه معاك وشويه مش معاك، في ايه بقى؟ اقول لك يعني مش رأيي انا على فكره، ما انا عارف يا كابتن، عارف انا برضه يعني ممكن مصطفى فتحي ان هو راح اعاره من نادي الزمالك نادي سموحه، هو مش كويس طبعا مش كويس جدا بصراحه، وطبعا الكابتن حسام ان هو يختاره في التوقيت دوت انا معاك، بس يعني برضه فعلا كان بعيد جدا مصطفى فتحي، صح انا معاك في دي ممكن. سيد زيزو برضه عنده مشاكل كتيره جدا
عنده مشاكل كتير جدا في الزمالك تمام، بس هو لعيب كويس، هو لعيب كويس كابتن ما قلتش حاجه، بس فنيا كويس يعني. الفتره الاخيره بعد شويه، انا بقول لك الفتره الاخيره بعد شويه، هو لعيب كويس طبعا ما فيش كلام عليه، لكن الفتره الاخيره بعد شويه. اسلام عيسى كابتن هو ماشي مع بيراميدز بشكل كويس، هو ماشي، انا بتكلم على تقييمات الكابتن حسام بس طبيعي، يعني طبيعي. ماشي مع فرقته بشكل كويس، فمن الطبيعي ان هو يضم لاعب مؤثر في فرقته، صحيح. زي عمر جابر برضه ماشي كويس، فبالطبيعي ان انا شايف اللعيب مباراه 2 3 4 حوالي 6 7 مباريات ماشي بشكل كويس، المستوى الفني مش متذبذب، لا مستوى واحد مكمل ثابت. فلا انا اضمه يعني. واحمد ياسر يا كابتن برضو يعني ماشي كويس جدا، ولد ما شاء الله صغير في السن و صحيح منتخب اولمبي، وبعدين بدا يجيب جول كتير، بدا يروح للجول، بدا يركز قوي، بدا يحضر بشكل كويس قبل المباراه ان هو عاوز يبقى حاجه، لا عاوز، والطموح بتاعه طبعا احنا عارفين طبعا هو عايز يرجع تاني بيته النادي الاهلي، فدي طبعا فرقت معاه ان هو بدا يعلى فنيا بشكل كويس. طيب طبيعي برضو انه يضم. اتعادلنا اول ماتشين، واحد مع كينيا والتاني مع جزر القمر، شايف ان هنا صعوبه المباراه بتكمن في هذا التعادل السابق ولا لا؟ يعني من حيث اللعب ومن حيث هو النتيجة احنا بنتكلم برضو يا كابتن، المباراه ديت لازم نحضر لها بشكل كويس يا كابتن هاني، التحضير ما كانش بشكل قوي، المباراه دي لازم تحضر لها بشكل كويس. قصدك المباراتين اللي جايين دول بالزبط. مش متحضر لهم بشكل لا كويس، لا اللي جايين دول بالشكل الكابتن حسام في تركيز كبير جدا، تمام، اللي فاتوا تمام. التحضير ما كانش بشكل قوي، ان انا لازم المباراه ديت يعني احنا بالنسبه لنا مصر يعني على افريقيا كلها، لا احنا لنا يعني شكل كبير، ولنا تقل، ولنا تاريخ، ومنتخب مصر الحمد لله يعني منتخب قوي، بنملك عناصر فنيه من اللعيبه عاليه جدا تفرق مع اي فريق، دي مقويانا اكتر، دي مقويانا ومحترفينا ولعيبه الدوري كمان، دي دي دي, دي كويسه قوي. لكن انا بتكلم ان المباريات اللي جايه ان شاء الله باذن الله، انا اعتقد يعني ان مفيش غير المكسب يا كابتن ان شاء الله. انا ان شاء الله احنا قادرين، لكن بالزبط. ان شاء الله باذن الله احنا قادرين على المكسب، لكن خلينا نتكلم مثلا على خط الهجوم. انت شايف الكابتن حسام البدري هيتعامل ازاي مع عندنا عدد كبير وكلهم مميزين بكل امانه في مركز مثلا راس الحربه؟ بتتكلم على مصطفى محمد، بتتكلم على حسام حسن، بتتكلم على احمد ياسر ريان، يعني ثلاثه مميزين جدا، تفتكر الروتيشن هيبقى ازاي؟ مين يبدا بمين في اول مباراه مثلا كينيا، ومين يكون موجود في مباراه جزر القمر في القاهره؟ والله كابتن هاني في الثلاثه دولت لازم يكونوا موجودين في الشق الهجومي وانت مغمض عينيك يا كابتن هاني، يعني بتتكلم على صلاح، على تريزيجيه، على مصطفى محمد، ده خلاص، ده يعني انا بقول لك ده الثلاثه دول موجودين بشكل رسمي قدام اي منافس، خلاص ده انت عندك قوه، عندك صلاح وعندك تريزيجيه بالظبط، وعندك اثنين في نص الملعب ممكن النني وطارق حامد، خلاص الموضوع يا كابتن يعني انا بقول يعني بفكر طبعا كابتن حسام يعني هو عارف شغله طبعا اكيد، لكن احنا بنتكلم على ماتشين كابتن احمد صح. على بنتكلم على ماتشين، انت في وجهه نظرك ان الماتشين دول يبدا بيهم كده ويثبتهم، ولا بيبقى في روتيشن يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا مباراه كينيا نعمل نتيجه كويسه مثلا لو بدا بمصطفى محمد اكيد يا كابتن، ندي فرصه لحسام طبعًا، او ندي طبعًا فرصه لاحمد، يعني الروتيشن في الخط الامامي انت شايفه ازاي؟ نريح محترف يعني بالظبط يعني بالظبط، ممكن لو ان شاء الله باذن الله سهلت علينا وابدا بقوتي الاول يا كابتن هاني معلش، انا طبعا مع احترام الكينيا وجزر القمر، انا بقول لحضرتك احنا مصر كبيره جدا في افريقيا يا كابتن، فلازم انا ابدا قوي، ابدا بتشكيلي الثابت، ابدا بالقوه بتاعتي، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، أبشة، وممكن النني والسوليه او النني وطارق حامد مثلا، لازم يا كابتن ابدا كده، وبعدين لو ربنا اراد وارتحت من البدايه وجبت جول اتنين خلاص انا مرتاح كابتن، تبدا ما قلتش خط الظهر ليه؟ طب انت قلت الحته اللي قدام بس، ما قلتش خط الظهر ليه؟ قبل خط الظهر بس، ومحمد شريف من وجهه نظرك يبقى امتى؟ توقيت محمد شريف امتى وفي اي مباراه برضو؟ محمد شريف هو ما شاء الله محمد عنده بيعتمد برضو ان هو الحمد لله فنيا كويس جدا محمد، وبينهي على الجون بشكل كويس وعنده السرعه كابتن هاني. امتى يتم الاعتماد عليه من قبل حسام البدري؟ يعني لما زي ما قال الكابتن هاني، لما ان شاء الله باذن الله نبدا الاول بس نكسب مباراه
يكون في سكور اكون مرتاح عندي فايز 2-0 او 3-0، الشوط الثاني عندي مساحه اقدر اديله نص ساعه، اقدر اديله 25 دقيقه، دي برضو ينزل يصنع معايا الفارق ويفرق معايا. ممكن ده توقيت كويس ان انا ادي العناصر عندي. حسام حسن لاعب سموح ممكن اديله طبعا لعب كويس وهداف وبرضو حالته كويسه جدا ومفيش تذبذب مستوى، لا مستقر مستواه الفني وبدنيا كويس جدا وولد ذهنه حاضر، فطبعا ليه لا ما اديلوش وانا ضمه ليه يا كابتن هاني عشان هيفيدني. اكيد تمام؟ اكيد. في نفس الوقت انت بتتكلم ان شاء الله باذن الله، يعني في سؤال بس عندنا فاصل، بس السؤال اللي هيجي لك بعد الفاصل محمد شريف اتكلمنا عليه كمركز راس حربه، لكن هو سجل في مباراه توجو، يمكن كان اول اشتراك ليه في مباراه توجو هناك وكان بيلعب طرف يمين، هل ممكن يبدا على حساب محمد صلاح في المباراه الاولى ويريح محمد صلاح مباراه كينيا ويفضل انه يلعب محمد صلاح هنا في القاهره يكون اريح له؟ ونعرف اجابه كابتن احمد نخله بعد الفاصل. برحب بحضراتكم مره تانية في البيت الكبير وبرحب بالكابتن احمد نخله. كابتن بنرحب بيك مره تانية، ويمكن قبل الفاصل كنا بنتناقش شويه في موضوع اشتراك محمد شريف تعلقه اللافت للنظر مع النادي الاهلي خاصه في الماتشين اللي فاتوا، راجل سكورر بيلعب في اكتر من مركز. كنت السؤال هل تتوقع ان لظروف محمد صلاح وسفره ولسه جاي النهارده، ويمكن ممكن جدا وارد ان الكابتن مثلا حسام البدري يريح صلاح مباراة كينيا ويبدأ محمد شريف، خاصة محمد شريف بدأ كوينج يمين في مباراة توجو وأحرز هدف، ويلعب مثلا بمحمد شريف وأفشة وتريزيجيه تحت مصطفى محمد، ولا أنت شايف القوة الضربة لازم تكون كاملة في أول مباراة أمام كينيا؟ هو وجهة نظر الكابتن فعلا القوة الضربة يبدأ بيها زي ما قلت لحضرتك، لكن برضو وارد جدا برضو أنه يبدأ بمحمد شريف، لان برضه الحمد لله هو حتى الفتره الاخيره ماشي كويس جدا، وكمان في مباراه الفيتا الاخيره برضه اداها بشكل كويس قوي، وطبعا وسكولر جاب جول برضه ادى بشكل كويس اداء كويس جدا، فطبعا مش بعيد طبعا على حسب برضه رؤيه برضه الكابتن حسام حاله محمد صلاح، السفر ده هل فعلا تعبان، هل في اجهاد يقدر برضه، ويكون مطمئن جدا ان محمد شريف هيأدي تمام بشكل جيد وهيكون برضه لاعب مؤثر ويكون له دور كبير في ان شاء الله في مكسب منتخب مصر ان شاء الله. قبل ما نكمل باقي المراكز، شايف انه ممكن المدير الفني يعتمد انهي خطه في اللعب 4-2-3-1، ولا ممكن طرق لعب مختلفه تناسب مثلا كينيا بشكل معين او جزر القمر، خاصه واحنا كمان هنا بنتكلم عن مدى صعوبه المجموعه، لان انت متعادل في عدد النقاط مع جزر القمر 8 لكل فريق، فشايف انهي طريقه لعب تناسب مثلا على سبيل المثال مباراه مصر وكينيا مثلا الاول؟ أنا شايف طريقة لعب 4-2-3-1 طريقة لعب كويسة جدا تناسب طبعا أي من الفريقين، الفريقين ولا جزر القمر؟ الفريقين لسبب أنا عندي سرعات، يمكن أنا عندي الجناحين عندي سرعات، نعم، عندي صلاح، عندي شريف، عندي تريزيجيه، تمام، فأنا محتاج 10 لاعب 10 ده يكون موجود عندي، يكون عنده رؤية، يكون باصه سليم، يكون برضو المهاره اللي عنده مهاره عاليه جدا، والحمد لله اللاعب ده موجود اللي هو قفشه بيأدي المكان ده بشكل كويس جدا في النادي الاهلي، تمام؟ فانا البلاي ميكر دوت هو اللي بيطلع الجناحين، وانا محتاج 2 عندهم سرعات والحمد لله موجودين، ده 2 من افضل لعيبه العالم ما شاء الله، يعني بنتكلم على صلاح وتريزيجيه، فمهم جدا ان اللاعب ده يكون موجود، هو ده اللي هينقل لي اللعب من حاله الدفاع للهجوم، هو محمد مجدي قفشه، خاصه ان قفشه كمان يعني حتى في الجولتين اللي فاتوا الجوله الثالثه والجوله الرابعه خد في افضل تشكيله مثاليه على مستوى الكاف، الجوله اللي فاتت كمان خد يمكن من افضل هدف من ضمن 3 اهداف بالنسبه مزبوط. للقفشه مزبوط. خد لاعب الجوله ذا بيست بلاير اوف ذا يعني في الراوند دوت في الراوند الرابع، فقفشه بيعيش حاله جيده جدا بالزبط. حاله ذهنيه عاليه، واعتقد ده كمان كابتن حسام البدر فرحان بدوت، لان طبعاً. في فترات كتيره كان عندنا مشكله في بلاي ميكر بالنسبه لمصر كلها، اعتقد قفشه بيحل جزء دوت، ناصر ماهر يرجع كمان بشكل كويس، اوباما كمان بيقوم بدور كويس، بالظبط جزء 10 دوت انت شايف قفشه ازاي في الفترات اللي فاتت؟ يعني والله كابتن انا لسه بتكلم حضرتك ان طريقه 4-2-3-1 محتاجه الراجل ده يكون موجود 10 اللي عنده الامكانيات الفنيه
وعنده الرؤيه وعنده يكون بصير بشكل جيد واسيست غير عادي, وبعدين في ثانيه بيحط لك الكوره في المكان المناسب ان انت تفضل روح جيب جول, وبيعمل الزياده العدديه بشكل كويس جدا جدا يا كابتن هاني, وبينهي بشكل كويس. يعني حتى مباراه فيتا الاخيره انا حسيت ان هو بعيد عن مكانه شويه, راح ناحيه اليمين, لكن اداها بشكل كويس. الجول اللي جابه يعني بالظبط بالظبط كمل وجاب جول برضه يتحسب له. صحيح. ان قفشه يعني انا ما بحبوش ان يكون جناح يا كابتن اكتر من هو يكون تحت المهاجم, لان الحته دي مكانه بينزل يستلم من ديفندرين وبيلف وعنده رؤيه وبيطلع الجناح اليمين والجناح الشمال وبيعمل يعني ممكن يعمل 1 2 مع المهاجم يروح هو يجيب جول. صحيح. يعني عملها بشكل كويس قوي. لو تفتكر كمان ماتش الزمالك والجول اللي جابه الغير عادي دوت, طبعا زياده عدديه وجاي مكمل. تمام. فدي طبعا لا انا بقول ان هو ما شاء الله يعني الكابتن حسام البدري لازم يستفاد فعلا من حاله قفشه. لازم يستغل سرعات الجناحين صلاح او شريف او تريزيجيه, ان قفشه لازم يشتغل وصلوا لقفشه الكره عشان هو ده مفتاح لعبنا. ان هو يبدا يطلعهم بشكل جيد ويكمل معاهم ويقرب منهم, يعني ما شاء الله يعني لا غنى عن قفشه. طبعا طبعا ولدنا قفشه. كنا بنتكلم عن نقاط القوه فيما يخص المنتخب الوطني. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بس من حيث الأسماء, أسماء المحترفين برا مصر هي أسامي تخض, أسامي المنافس يعمل لها ألف حساب. طبعا. كمان قفشة عندنا من مواطن القوة لدى طبعا. المنتخب. إيه تاني من مواطن القوة اللي في المنتخب الوطني يقدر يعتمد عليها في الجولتين اللي جايين, في المباريتين القادمتين؟ هو بشكل مبسط الاتزان الدفاعي والهجومي لازم يكونوا موجودين. برضه انا كنت بتكلم الكابتن هاني فاصل على المدافعين اللي عندنا. اثنين نص الملعب لما يكون موجود واحد بقيمه محمد النني, واحد زي طارق حامد والسوليه موجود برضه, الاثنين دول برضه بيعملوا تقل جدا 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 للفريق بشكل عام. الفريق اللي ما عندوش نص ملعب قوي قوي بيقع في مشاكل كتير جدا جدا. والسوليه وطارق شايف ان هم يعني في نص الملعب يعني اقوياء جدا جدا, ممكن بالزبط. يمثلوا ثنائي قوي جدا. طبعا طبعا الاثنين دول برضو المكان ده انا بقول ان فيه نقول عليها حائط صد لاي مشكله. أيوة. هتروح على المدافعين علينا. تمام. وفي حاجه تانية كمان برضو بينقلوا الهجمه من حاله الدفاع للهجوم من خلال المكان ده. من خلال 6 و8. كابتن هادي يعرف الارقام دي بشكل كبير جدا, مين اللي بينزل ياخد 6, هو بينزل يستلم ويلف ويبدا يدي الثمانية, 8 بيبدا يوصل للبلاي ميكر او بيوصل للجناح اليمين اللي جنبه او للجناح الشمال. الاثنين دول تقل لينا, يعني اتكلم على طارق حامد وعلى السوليه او النني طبعا موجود معاهم. انت طبعا. بتتكلم في, في 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 مكان مؤثر جدا. وحمدي فتحي كمان موجود. وحمدي طبعا فتحي موجود برضه يا كابتن. انا بتكلم اللي هيلعب بيهم يا كابتن هاني, وانت يعني عارف يعني عندنا خط وسط ما عندناش مشكله في خط النص بالظبط. يعني. انت كابتن هاني عارف ال11 من دلوقتي, يعني كلنا لو جبت واحد بسيط يعني بيتفرج بس على الكوره مش فني ولا ناقد ولا عنده شهادات هيقول لك يعتمد على لا ده مصطفى محمد هيلعب, هيقول لك لا ده النني هيلعب, ده طارق حمد, ده السوليه هيلعب, ده صلاح هيلعب, ده تريزيجيه هيلعب. خلاص يعني ما شاء الله اوراق مكشوفه يعني. يعني منتخب مصر ما شاء الله الشناوي ما شاء الله احسن حارس في مصر وفي افريقيا ما شاء الله برضه تقل لينا كبير جدا. يعني احنا نسينا الشناوي خالص يا كابتن هاني, حضرتك ما اتكلمتش عليه. لا طبعا الشناوي اصل خلي بالك الشناوي محتاج حد يتكلم عليه فترات. يا كابتن نخل نقول برضه جاوبني بس جاوبني محتاج حد يقول عليه. لا طبعا يعني هو طبعا الشناوي ما شاء الله يعني ما شاء الله ماشي بشكل اكتر من رائع وبيثبت كل يوم. يمكن حتى من كاس العالم اللي فات ان هو رقم واحد على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا. يا ربنا يا رب يوفقه ويفضل على هذا المستوى فترات طويله وسنين طويله. في نقطه عايز اتكلم معاك, السردباكين احمد حجازي, وعندنا في المركز ده احمد حجازي, عندنا الونش, عندنا ياسر ابراهيم, ايمن اشرف, تالقه مع النادي الاهلي على مستوى السردباك وعلى مستوى الباك شمال بيأهله انه يلعب في انهي مركز في المنتخب؟ والله اشوف يا كابتن هاني يعني انا ايمن اشرف ما شاء الله انا بقول عليه يعني جوكر. تمام. وايمن سردباك كويس قوي قوي. تمام. وبعدين كمان هو باك ليفت كويس برضو ايمن بيعملها بشكل كويس. لكن السرد باك يا كابتن يعني في مواصفات السرد باك لازم يكون بيتميز بثلاث حاجات مهمين جدا, وحضرتك طبعا يعني انت الاستاذ بتاعنا في موضوع السرد باك ده. لازم رقم واحد يبني من تحت, يعني بيبني من تحت, وايمن عنده دي البناء من الخلف. الرقابه الالتحامات مان تو مان الاثنين. ثالث حاجه والاهم الكفرنج واللي هي التغطيه. ايمن بيعملها بشكل جيد جدا جدا يا كابتن هاني, واقوى حاجه فيه ان هو بيعمل الزياده من تحت
بيزيد بالكوره بشكل سلس جدا جدا، بيعمل الزياده وبيعمل باص ده بيطلع عند الديفندر الكابتن هاني بيعمل بيقوم بدور الديفندر لما بيزيد بيعمل باص ما شاء الله. دي حاجه عند ايمن كويس قوي يعني انت تقول لي ممكن باك ليفت، اقول لك اه باك ليفت ممكن يعملها وعنده سرعات وعرضياته كويسه جدا جدا، لكن في المكان ده بصراحه هو بيعملها كويس قوي. يعني من اللعيبه يعني قبل كده يعني كان في مدرب برضو كان كلمنا في حاجه ان السيرد باك ده اللي بيلعب باص سليم ده تمسك فيه عشان هيسهل لك الدنيا كلها كابتن معوضك. طبعا كنت عارف يعني اكيد طبعا ايمن عنده دي، ايمن عنده باص سليم جدا وبيزيد بشكل كويس والالتحامات قوي والكفرنج بيعمل تغطيه بشكل كويس. فانا بصراحه نفسي ان هو يلعب سيرد باك للامانه، يعني يلعب مع الونش، يلعب مع حجازي تمام، يلعب مع ياسر ابراهيم ايا كان هيكون موجود، لكن انا بقول يكون موجود سيرد باك، لا يكون موجود سيرد باك مش باك ليفت. ممكن احمد ابو الفتوح يقوم بالدور دوت، ولا الفتوح بيلعب باك شمال كويس جدا وخاصه عنده سرعات باك اشول، هو ما فيش غير ايمن اشرف اشول بالظبط، وولد عنده سرعات وان شاء الله باذن الله هيجي وماشي كويس جدا مع يعني بصراحه يعني اشوف برضو ان هو ياخد، ليه ما ياخدش. طب من المنتخب الاول للمنتخب الاولمبي واختيارات برضو كابتن شوقي ويعني وهجوم كبير كالعاده على الاسماء على الاختيارات، بتشوف الاختيارات وهي قدام حضرتك اهيت مبدئيا برضو في حته اختياره للاسماء قيمتها ازاي؟ والله برضو الاختيار في خمسة من الاهلي ماشي انا بس العدد كبير جدا العدد كبير جدا 32 كتير قوي يعني معسكر مفتوح يعني برضو كابتن معسكر مفتوح ممكن بس برضو يعني انا اخر معسكر يعني 24 يا كابتن هو ده اخر حاجه او 22 كمان انت عايز يا خلاص انت شفت كويس انت الفتره الكبيره دي كلها ايه اسباب زياده الاعداد دي من وجهه نظرك؟ لا هو فعلا يعني كابتن هاني بيقول يعني ايه معسكر مفتوح اقدر اشوف اخطر وادي فرصه يمكن حد يعلى ممكن صحيح. صح لكن انا بقول انت شفت شفت يعني انا عاجبني يعني قصدك عنده التقييم من البدايه من قبل ما يضم للمعسكر ما شاء الله انت شفت كابتن شوقي طبعا مدرب كبير طبعا مدرب محترم والحمد لله برضه عمل تاريخ لنفسه وتاريخ مع المنتخب الاولمبي انه وصلهم طوكيو يعني دي حاجه جميله جدا ومعاه مجموعه كويسه قوي. فطبعا انا بقول كابتن شوقي حافظ على المجموعه اللي معاك يا كابتن تمام، انت معاك مجموعه نجحت بيها والحمد لله رب الحمد لله عملت حاجه جميله جدا جدا لمصر كلها يعني ان شاء الله باذن الله. حتى يمكن حتى في ناس في ولد اسمه عبد يحيى طبعا ده لاعب غزل المحله كويس جدا اضافه انا اقول لك صح لاعب كويس عنده مهاره عنده سرعه ولد ممتاز فعلا. في برضه فادي فريد بتاع البنك الاهلي كابتن هاني برضه لعيب كويس جدا وجاي في ناس يعني برضه يعني بصراحه كويسين جدا طبعا ولادنا طبعا ما شاء الله لا غبار عليهم طبعا لاعبتنا طبعا اكرم مصطفى شوبير احمد بيكم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر يعني شوف يعني انا بس بتكلم على العدد لكن الاختيارات طبعا لعيبه منتقاه جهاز فني طبعا على اعلى مستوى مع كابتن شوقي طبعا والاستاف اللي معاه بيقدم بشكل كويس منه طبعا كل التوفيق لكن مجموعه كويسه. الناس بتتكلم على الثلاثه الكبار دايما الفتره الانتقاليه ما بين صعود المنتخب للاولمبياد ووصوله للاولمبياد دايما بيكون في جدل شويه مين الثلاث لاعبين اللي فوق السن بمعنى اصح او المحترفين اللي ممكن يضافوا لقائمه المنتخب الاولمبي. كابتن شوقي غريب لغايه دلوقتي صرح ان محمد صلاح على بشكل رسمي هو بدأ يتواصل مع إدارة ليفربول لوجود محمد صلاح في الأولمبياد ولسه مستني الرد، وهو كان بيقول الأمر مش في إيديه، هو عايز طبعا محمد صلاح يكون متواجد لكن يتوقف الأمر على إدارة ليفربول وكمان على اللاعب. ده نمرة واحد. في اتنين كمان لعيبة شايف مين ممكن يكون موجود مع المنتخب الأولمبي في طوكيو إن شاء الله يساعدهم في عملية الخبرات أو يكون متواجد، أنت شايف مين ممكن يكون اتنين غير محمد صلاح متواجدين مع المنتخب الأولمبي في طوكيو إن شاء الله؟ من منتخب مصر الأول من لعيبة فوق السن يعني اللعيبة الكبار محترفين طبعا غير محترفين. الشناوي طبعا كابتن الشناوي طبعا كابتن طيب. أمل ليك يا كابتن الشناوي طبعا وأنت مغمض عينيك الشناوي، وطبعا يعني ما اعتقد برضو انه مش هتبعد برضو عن واحد من الاثنين عن تريزيجيه او النني برضو انت مطلوب واحد برضو من الاثنين دول برضو مصطفى محمد طبعا معاهم داخل مصطفى كده موجود يعني موجود لا مصطفى موجود صح يا كابتن يبقى برضو ايه واحد تريزيجيه او النني برضو واحد من الاثنين ده حسب برضو رؤيه الكابتن شوقي برضو ايه المكان اللي هو محتاجه. اعتقد برضه يعني محترفين يا كابتن يفرقوا مع الفرقه طبعا صحيح. وبعدين صلاح انت لازم تقاتل على صلاح يا كابتن شوقي طبعا طبعا امر طبيعي
وطبعا وكمل اللي انت عاوز صلاح كمل ونشد الاتحاد ونشد وزير الشباب والرياضه الناس تدخل امر طبيعي يا كابتن. هو بس موضوع قوه لينا كابتن هاني قوه لينا. ما هو خلي بالك يعني دايما نعرف ان على مستوى المنتخب الاول ما فيش نادي يقدر يمنع لعيب، لكن على مستوى المنتخب الاولمبي والاولمبياد خاصه النادي لان مش تبع الاجنده الدوليه مش تبع الفيفا، وبالتالي ممكن النادي مظبوط هو يعني ممكن النادي يقول لمحمد صلاح لا مش هتواجد مش هتتواجد في الفتره ديت، لكن اعتقادي علاقه محمد صلاح بالاداره علاقه طيبه جدا خاصه يورجن كلوب مزبوط. اكيد لو صلاح طلب كده او في نيه ان يكون موجود اضافه كبيره جدا لمنتخبنا يعني طبعا أكيد. يا كابتن اكيد طبعا كنا بنتكلم عن الزياده العدديه وكنت يعني شويه عندك انتقاد لمساله 32 لاعب بدلا من 24 ده بينطبق برضو على حراسه المرمى، احنا في حراسه المرمى طبعا المختارين خمسه في حراسه المرمى برضو شايف ان ده يعني ده عيب او ده يعني شفته ازاي انتقدته ولا لا ولا موافق في المركز ده مركز حراسه المرمى لا يكون في اكتر من ثلاثة؟ ما هو كده خمسه زي ما قال كابتن هاني خلاص انت معسكر مفتوح خلاص يعني لكن اللي هو انا عايز اسمع زي ما انت شايف اللي شايف لا انا اتكلم اركز انا الحمد لله اركز على الثلاثه حتى مدرب الراس لما اشتغل مع خمسه ولا اشتغل مع ثلاثه كابتن هاني هشتغل ازاي فاهم قصدي ايه؟ لا انا عاوز اركز انا عاوز خلاص يعني ايه اجهز بشكل كويس تمام انت قيمت خلاص الاولاد والمدرب حراس المرمى الموجود عمل تقرير فني ورؤيته الفنيه مين الافضل في العناصر وعلى فكره كلهم كويسين جدا الامانه كلهم كويسين جدا في الاولمبي المختارين بس انا بقول العدد الكبير دوت انا خلاص انا الحمد لله الولاد اللي موجودين اساسيين موجودين ضفت عليهم في عناصر فرديه انا بقول انهم فرضوا نفسهم طبعا على الساحه كلها والنقاد والاعلاميين خلاص انت في ناس ماشيه بشكل مش كويس جدا يعني بس يعني مش معاهم عمر رضوان صبحي محمود جاد عمر صلاح ومصطفى شوبير يعني حتى ابراهيم عادل ده لعيب كويس جدا كابتن هاني طبعا كلهم لعيبه مميزه خلي بالك يعني مفيش يعني اسامه فيصل برده مهاجم برده ما شاء الله فيصل سيرد باك كويس اسامه فيصل زمالك راس حربه هايل بنتكلم عن اسامه جلال لعيب كويس جدا لعيب كويس طبعا انا بقول يعني اختيارات تمام بس انا بقول قنن على قد ما تقدر يا كابتن شوقي علشان التركيز كان نفسه يلعب ماتشين يعني كابتن شوقي انا عارف ويمكن كان طبعا ظروف الكورونا منعته بالقصه ديت لكن في نفس الوقت المعسكر المفتوح بيديله فرصه برضو يبص انا كان نفسي يكون مثلا عمر مرموش موجود عمر مرموش ده لعيب كويس قوي ده لعيب مصري بيلعب في فولسبورج كان بيلعب في فولسبورج وراح سان باولي حضرتك متابع الدرجه الثانيه لعيب لعب في البوندس ليجا اكتر من ماتش لعيب لعب على مستوى بطوله اوروبا وشارك دلوقتي بيعمل شكل اكتر من رائع احرز خمس اهداف في البوندس ليجا 2 مع سان باولي لعيب كويس كان في اعتقادي كان ممكن جدا كابتن شوقي عنده علم بالامور دي يا كابتن هاني أكيد. لازم في متابعه أعتقد. لازم على الاقل الاتحاد الولد يعني يكون في حد في يعني كونتاكت مع الاتحاد الكوره ان في اللاعب ده موجود ويتشاف بشكل كويس ونشوف مبارياته اكيد لا ممكن يكون مركز راس الحربه هو اللي بالنسبه له مش عايز ابص على حد تاني وارد يعني عنده احمد ياسر ريان عنده مصطفى محمد يعني عنده فيصل ممكن برضه لعيب كويس ممكن تكون البوزيشن بالنسبه له يقول لك انا مكتفي باللي عندي لكن هو يعني برضه لعيب كويس يعني لازم يتبصله بشكل افضل يعني ده وجهه نظري يعني اكيد يا كابتن طبعا وجهه نظر تحترم يا كابتن هاني وانت طبعا خبره طبعا في الدوري الالماني ومتابع فاكيد طبعا رؤيتك الفنيه انا معاك طبعا مش دايما الناس بتسال لما ما يكونش في اسماء بتشارك دايما الناس تسال عن الاسماء اللي مش بتلعب يعني حتى 11 لاعب عندنا في الملعب بيلعبوا بس دايما الناس عينيها تروح على اللي ما بيلعبش عايز اخدك من ده للاهلي النهارده موسيماني وانت يمكن علقت على مباراه فيتا كلوب والاهلي الاخيره ودايما الناس كده عندها دايما تحب تسال عن الناس اللي بتشارك يعني بواليا مثلا لو نزل يقول لك ما نزلتش مروان ليه لو مروان نزل يقول لك طب ما نزلتش شريف ليه يعني دايما الفكر ده موجود ودايما الناس بتتكلم في ده حته الاسماء اللي غايبه بمناسبه مرموش يعني والله انا بتكلم برضو ان على النادي الاهلي طبعا هتكلم عن النادي الاهلي انا عايزه اخص هنا النادي الاهلي الناس اللي بتبقى قاعده بره بصراحه لما بينزلوا
بيفرقوا مع الفرقه، بيبقوا اضافه. واخر حاجه كنا بنتكلم فيها مع حضرتك الكابتن هاني ان ماتش فيتا كلوب لما نزل بواليا كان مؤثر، لما نزل طاهر كان مؤثر حقيقي. تمام، في الناس نزلت حسينا بوجودهم، حسينا ده بوجودهم، عمل تمريره وده لسانه بالظبط، وطاهر جاب جول وكمان كان عاوز يكمل ولا انا بتكلم برضو مروان محسن لما بدا برضو مروان برضو مفيش يا مروان مفيش ضغط عليك يا مروان، حاول تركز ان انت مفيش ضغط عليك، انت مهاجم، انت مهاجم كويس، انت عندك امكانيات فنيه عاليه جدا. اول حاجه مفيش جمهور، انت ضاغط نفسك ماشي ليه؟ ماشي ماشي كويس، ماشي يا كابتن، ماشي كويس قوي كمان الفتره كويس. الاخيره انا عايز كابتن هاني في حاجه برضو عشان ما نختلفش عليها، مروان هو شغلته مهاجم صندوق يا كابتن هاني، تمام، يعني شغله يجيب جول، تمام، جات فتره كان كويس قوي، بدا يجيب جون براسه وبدا يطلع، بدا يحط برجله اليمين والشمال، بدا يبقى كويس قوي. ايوه صح كابتن احمد، في ادوار مختلفه كمان لمروان، هو لعيب بوكس كويس بيلعب بدماغه كويس لكن كمان في ادوار يعني الدور اللي عمله مع محمد شريف كويس أول جدا يا كابتن هاني، كويس جدا ان هو بينزل تحت شويه وبيحضر وبيطلع الجناحين، انا معاك ممتاز، وحتى قفشه كان بيستفاد بدايته ان هو بيعمل الزياده وبينزل بيبقى محطه كابتن هاني، انا معاك محطه جميله جدا جدا، بس المهاجم يا كابتن رقم واحد، رقم واحد اجيب جول من نص فرصه تجيب جول. صحيح. جات له كوره، طب جات له في كوره كابتن هاني في المباراه، انا ما منطقتش يا مروان، انا بقول انا لازم اطور من نفسي، مفيش ضغوط عليا، جات له كوره اللي حطها بالراحه في ايد الجول دي، دي جول يا كابتن هاني صح وانا غلطان فاكرها؟ بس جول يعني جول. طبعا في فرص جت انا بقول دي انا دي اتفضل استثمرها يا كابتن هاني ان انا انهيها بشكل كويس، بس ده اللي انا بقول عليه، انت ما الحمد لله رب، يمكن يعني السوشيال ميديا دلوقتي هو الضغط، هو ده الضغط اللي علينا. كنت لسه اقول لك يعني ده. بعيدا عن حضور الجمهور، انت بتقول بالزبط. ان فكره غياب الجمهور عن المدرجات ده بالله مش بيشكل اي نوع من انواع الضغط على اللعيبه، بس عندك الاصعب السوشيال ميديا كويس وكلام السوشيال ميديا. الكابتن هاني موجود ولاعب اهلي ولاعب منتخب مصر واوروبا كلها الحمد لله، لو كانت تاني تغيبي الجمهور يا كابتن هاني وانت بتلعب ايه اللي انت بتبقى حاسس عامل ازاي؟ يعني انت جربت الحمد لله وانا جربت الجماهير، الجماهير الضغوط اللي عليك من الجمهور بيبقى عامل ازاي يا كابتن؟ انا اقول لك يا كابتن، انا اقول لك انت بتاخد الانتقاد ده يا كابتن هاني. الضغوط اولا لازم نحول الضغوط ديت لايجابيات، تمام، وانت لاعب كوره وانت لاعب كبير وبتلعب في نادي كبير لازم لازم تشتغل تحت ضغوط، الضغوط ديت مش عذر ان انا بلعب تحت ضغط والجماهير مش موجوده واصل السوشيال ميديا، كل ديت بره اللعبه، انت لعيب محترف وبتاخد فلوس كتير جدا وبتلعب مع نادي كبير جدا، موضوع الضغوط ديت انا بتكلم على جزئيه بالنسبه لمروان عشان نقفل موضوع مروان. الضغوط السوشيال ميديا بالنسبه لمروان كانت خارجه عن الاطار الرياضي، يعني ما مسش واحد في انتقده في الكوره وكل ده، لكن ما عملش كوميك والحاجات ديت، ما انا جاي بتكلم عليه، لكن إيه؟ لكن الضغوط انت لاعب النادي الاهلي لازم تلعب تحت ضغوط، انت جاي عشان تلعب تحت ضغوط، عمر ما الضغوط وقفت في طريق لاعب كبير اللي ما يقدرش على الضغوط يروح يلعب في نادي معلش بدون ضغوط ويلعب في مستريح، يعني محتاجه ثقه الحمد لله طبعًا. دي محتاجه ثقه وانت يا مروان اهل للثقه دي ان انت فعلا موجود وبتلعب الحمد لله رب العالمين، واخر مباراه اديتها بشكل كويس، تمام، اخر ماتشين بصراحه عملهم بشكل كويس رائع حلو كابتن هاني، انا معاك في دي، بس انا بقول انا احمد نخله بقول يا مروان انت شغلتك لازم تجيب جول، لازم تجيب جول، ما بحطكش تحت ضغط، بالعكس انا بقول لك انت لازم انت عندك ثقه يستغل ده، يستغل اللي عمله ان شاء الله في ماتش المريخ هكلمك عنه، ان هو فعلا ان شاء الله باذن الله يلف ويروح يجيب جول يا كابتن هاني، ده انا وجهه نظري، لكن محطه محطه كويسه جدا وبيستلم ويسلم وبيطلع الجناحين جميل جدا كل الكلام ده، احنا بنتكلم على الصندوق جوه ال 18 يا كابتن هاني، انهي جول الفرصه اللي تجيلك استثمرها يا مروان ويجيب جول باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. عايز اكلمك على مباراه المريخ، المريخ بره السياق خالص، بره اللعبه خالص، خرج عنده يعني ما عنده نقطه واحده تقريبا فبره اللعبه. النادي الاهلي عنده مباراه مع المريخ ان شاء الله يوم 3 ابريل ان شاء الله، النادي الاهلي هيرجع بكره بعد فتره راحه او يوم الثلاثاء ان شاء الله للتدريبات، تمام، عايز رؤيتك وتحضيرك انت او فكرتك لمباراه المريخ المفروض ايه اللي يتعمل قبل مباراه المريخ، خاصه على مستوى الورق كل الناس بتقول كده كده الاهلي هيكسب، لكن دايما ودائما مباراه اي فرق بالظبط مباراه رخمه، كمل بقى بالظبط، مباراه رخمه، مباراه صعبه، تمام، على ملعبهم، تمام، النادي الاهلي جاي لهم، تمام،
هم برضو عايزين يعملوا اي شيء. برضو احنا بنلعب قدام نادي بطل، بنلعب قدام نادي قوي، بنلعب مع النادي الاهلي اللي واخد ثالث العالم، اللي عامل يعني نتائج كويسه جدا جدا الفتره الاخيره. تمام، بتتكلم على ترتيبنا على مستوى العالم، يعني الناس كلها بتتكلم علينا. المباراه صعبه، احنا هنسهلها على نفسنا، لازم نحترم الفرقه دي. لازم نحضر نفسنا كويس، تمام، واعتقد الجهاز الفني طبعا والكابتن الخطيب هيتكلموا في الحاجات دي مع اللعيبه، ان احنا رايحين نكسب. تمام، بتجهز المباراه، ان انت هو الراجل برضو بيشتغل كويس جدا كابتن هاني، ان بيجيب الفرقه الفيديو سيديهات وبيشوفهم وبيقطع حاجات، ده شغله كويس جدا جدا طبعا، يحترم عليه. لازم يركز مع الفرقه، يذاكرهم كويس قوي قوي، تمام، السلبياتهم ايه، واعتقد برضو ان اكيد عندهم اجابات يا كابتن نشتغل عليها. نحرص برضو في حته شق الدفاع، ان نلتزم دفاعيا، ان انت لازم رايح المباراه مش سهله خالص. حتى جمهور النادي الاهلي لعبت في السودان قبل كده؟ ايوه يا كابتن، قول لي بقى اجواء السودان عامله ازاي. الاجواء يا كابتن مش ممكن طبعا، يعني ما فيش جماهير بس النهارده ما فيش عندك بالزبط. بقى عامل الجمهور ما فيش الجمهور كمان، ودرجه الحراره طبعا صعبه جدا. هنلعب الساعه 3 برضو، والساعه 3 برضو دي برضو يعني برضو هتبقى مش يعني. حتى كنت كلمت حضرتك على المدرب بتاع فيتا دوت برضو، اللي اتكلم برضو احنا بنلعب، لعبنا الساعه 9 بالظبط، يعني مش معقوله يعني. يعني احنا 9 بالليل دي، ده اوروبا كلها بتلعب كده. طيب، كل اوروبا بتلعب في التوقيت ده، احنا ما عملناش حاجه وحشه على فكره، بالعكس. ما جت على دماغه في الاخر بالظبط، قال لك لا نلعب الساعه 3. سبحان الله، اليوم ده كابتن حصل فيه مطره. لا صحيح. كل واحد بيستخدم اسلحته، كل واحد بيستخدم ادواته، العوامل اللي تنجحه بالزبط. بس شايف انه مباراه فيتا كلوب الاخيره ديت ونجاح الاهلي وتحقيقه للثلاث نقاط اكيد هيفرق في طبعاً. 3 ابريل يعني طبعاً. يوم 3 ابريل هيفرق باذن الله. عشان كده بقول لكابتن هاني مباراه المريخ دي هي رخمه، بس احنا نقدر نسهل على نفسنا. ان احنا نحضر بشكل كويس، نشتغل كويس. طبعا موضوع الضغط العالي ده من اول دقيقه ضاغطين عليهم، عشان لازم تعرفهم ان انا جاي اكسب، وده امر طبيعي طبعا. النادي الاهلي يعني بيلعب بره زي جوه. الحمد لله عندنا كل العناصر الفنيه موجوده، من لعيبه جوه وبره بتقدر انها تعمل الاضافه، ونقدر نكسب في اي وقت. الحمد لله رب، حاله اللعيبه حالتها كويسه. واتمنى يا رب، اتمنى ان شاء الله ان الاجازه اللي خدوها دي يستثمروها برده، ان هم يبعدوا عن الستريس وعن الضغوط، يكونوا سعداء مع اهاليهم. يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عوده وليد سليمان، والنهارده حتى يمكن كنا بنعرض لقطات ليه وعودته مره اخرى، وبيتدرب تدريبات يعني خلاص بتدل على انه يعني قريب جدا جدا هيكون مع زمايله بيشارك مع النادي الاهلي في المباريات ومع موسيماني. ازاي وليد مؤثر؟ كنا بنتكلم حتى على فكره تاثيره بره الملعب كمان غير جوه الملعب. طبعا وليد سليمان لعيب كبير طبعا، ما فيش شك طبعا من الموضوع دوت. هو كانت البدايه طبعا مستر موسيماني كان برضو ما كانش مرحب ان وليد يكون موجود في البدايه على فكره، لكن مع مرور الوقت وليد بدا ينزل، يعني بدا كل ما يجي ينزل في مباراه والثانيه بدا يكون مؤثر، بدا يعمل اسيست، بدا يصنع، بدا يجيب جوال، ظهر بشكل كويس قوي. واصلا وليد كويس يعني، لكن انطباع الراجل عن وليد ان ايه، لا ده السن ومش السن وكده. لا بس خلي بالك، كل الكلام ده ما اعتقدش كان حقيقه يعني، كان بعض السوشيال ميديا قالت ممكن. ان اصل الراجل معترض على وليد، بالعكس كانت علاقه وليد وموسيماني من البدايه علاقه رائعه، وكان التفاهم واضح ما بينه، حتى على مستوى الاشتراكات. وليد ينزل ربع ساعه، تفتكر الجون اللي اعتقد نزل مباراه وجاب جون حلو قوي، موسيماني كمان كان رد فعله قد ايه هو سعيد بوليد. مزبوط. رجوع وليد سليمان اولا على المستوى الفني اكيد هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا طبعا يا كابتن. بيديني سؤال تاني دلوقتي، النادي الاهلي عنده 8 على مستوى المنتخب الاول. المنتخب الاول عنده ماتشين في وقت ضيق جدا، في بتتكلم في اسبوع. هل تفتكر ان موسيماني هيحضر بعض الناس اللي تبدا مباراه المريخ بره اللعيبه الدوليه شويه نتيجه الاجهاد؟ انت عارف اللعيبه الدوليه لعبت مباراه وبعدين يعني هتسافر ان شاء الله بعد بكره، هتروح تلعب في كينيا، ترجع يومين، وبعدين تلعب يوم 30 او يوم 29 مباراه مع جزر القمر، واحنا عندنا كمان مباراه يوم 3. الفارق الزمني ده ممكن يخلي موسيماني يحضر من دلوقتي بعض اللعيبه في البوزيشن بتاع اللعيبه الدوليه خوفا من الاجهاد او خوفا من الاصابه، ولا انت مع وجهه النظر لا هيشارك بكل اللعيبه الدوليه؟ يا كابتن هو كلامك كله يا كابتن هاني منطقي،
يعني انا مع الجزء ده ومع الجزء ده، بس برضو زي ما حضرتك قلت في الاول انا قلت لك ان الفرقه المباراه المريخ اللي هناك مباراه رخمه جدا برضو لازم برضو حاله الاستشفاء برضو بعد اللعيبه كلها دلوقتي خلاص كابتن احنا الحمد لله رب العالمين حاله الاستشفاء دلوقتي بقت بطريقه ممكن 24 ساعه متطوره جدا بالظبط كده الدنيا بتتغير كابتن هاني تمام بنقدر نرجع تاني بسرعه ان انا احضر امر طبيعي لازم يحضر وده امر طبيعي كابتن هاني شغله انا هحاول عاوز احضر وعاوز اجهز البديل كمان انا لازم في كل مكان لازم على الاقل في كل مركز يكون عندي اثنين طب احنا عندنا مشكله دلوقتي في الباك ليفت صح ولا لا عندنا علي معلول عنده مشكله عندنا محمود وحيد متعور محمود وحيد متعور عندنا برضو ايمن اشرف لا انا عايز ايمن جوه هنا انا عايزه هنا في الحته دي فدلوقتي ايمن بيلعب في الحته دي حتى ايمن جاله شد قبل كده صح ولا لا كابتن خرجوا بنزل لبيكام لعبه بالظبط بيكام مش حتته يا كابتن هاني تمام صحيح. انا لازم اجهز لازم اشتغل على دي طيب انا عندي برضو عندي الباك رايت عندي محمد هاني بس طيب انا برضو ممكن بيكام بيعمل دي ماشي جاهز بيكام اشتغل عليه ممكن صح لكن الباك ليفت عندي مشكله فيه لكن الحمد لله بشكل عام الفريق بشكل كويس يا رب الاصابات ان شاء الله باذن الله يرجعوا على خير علي يرجع علي معلول يرجع على خير محمود يكون برضو يقدر اعتقد قدامه حوالي اسبوع او 10 ايام ناصر ماهر ان شاء الله موجود ناصر ماهر باذن الله خلاص بقى دخل وليد سليمان زي ما قالت سهام يعني بصراحه لا وليد قوه لينا صحيح. وليد ما شاء الله نموذج اللاعب المثالي كمان وليد كنترول وبينزل يعمل اضافه بشكل كويس جدا وبيجيب جوال كمان وليد الراجل بيحبه جدا دلوقتي يا كابتن هاني انا بقول لك ما بقاطعش لا لكن هو بيحبه دلوقتي صحيح. الراجل بينزل يجيب جوال وما شاء الله متزن جدا وملتزم جدا وليد ولا يعني اعتقد وليد برضو من اللعيبه المؤثرين في النادي الاهلي بصراحه يعني دايما لما نتكلم على موسيماني بنقول انه بيجيد قراءه المنافس من يعني لاحظت وانت بتتكلم كده كمان لا ليه قراءه مختلفه للاعبته للاعبه الفريق يعني عنده قراءه خاصه حتى في تعامله النفسي مع فرد على مستوى الافراد مش على مستوى الجماعي تمام هو ده شيء طبيعي جدا عشان تبقى عارفه برضه سهام في مدربين المدرب برضه الكابتن هاني اشتغل في التدريب ان هو لازم علاقتك بتبقى باللاعب لازم تكون كويسه قوي مميزه طبعًا. جدا لازم انت يعني لازم انت تبقى سبورت للاعب وتديله الثقه يعني ممكن لاعب انت مثلا طالب منه شيء معين وشاط كره في السماء مش مشكله عادي انت شط دي في السماء المره الجايه هتلاقيها راح في المقص جول طالما انا مدي له الباور ومديك الثقه انزل ادي اللاعب ده خلاص مطمن صح. يعني دلوقتي قفشه ما شاء الله في افضل حالاته ليه يا كابتن هاني لا مثلا يعني هو على الجانب المعنوي والنفسي متزن جدا على الجانب الفني بيطور نفسه بشكل كبير جدا بالظبط وعنده ثقه في نفسه نابعه من ثقه زمايله وثقه المدرب فيه وثقه الجماهير كمان أكيد. هو لعيب كويس صح وهو بيتعب على نفسه انا معاك المدرب يا كابتن هاني مديله صلاحيات كبيره جدا ومديله ثقه صح. كبيره جدا ادي زيد اصنع اهداف عايز شوط سدد مؤمن بيه بالظبط كده حتى لو انت غلطت انا مش قلقان منك كمل صحيح فدي مهمه جدا جدا العلاقه بين المدرب وبين اللاعب واعتقد يعني هي دي ما شاء الله اللي منجحه فرقه النادي الاهلي بشكل كبير الحمد نعم. لله احنا بنشكرك جدا كده يا كابتن احمد شرفتنا ونورتنا النهارده في البيت الكبير ربنا يخليك كابتن هاني منورنا يا ابو حميد يا رب يخليك تسلم يا كابتن هاني شكرا ليك دي كانت شكرا ليك يا كابتن احمد دي كانت حلقتنا في البيت الكبير النهارده بكرة إن شاء الله نتلاقى الساعة 11 مش 10 في البيت الكبير